بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هي التجربة اسمها نيوسفير، المقصود فيها يعني استخدام علاج نيو أجيفنت مع البيرجيتا والهرسبتين والدوسيتاكسل، بالإضافة بعد الجراحة 4 دورات علاجية بعد الجراحة. طبعا متابعة الهيرسبتين لمدة سنة. يعني هي مختصر الأحرف تبع اسم الدراسة. طبعا هدول المرضى اللي شاركوا بهي الدراسة هن أول شيء يكونوا قابلين للجراحة، ثانيا أنه عندنا مرض متقدم موضعي أو أنه سرطان ثدي التهابي مهرتي بوزيتيف، والورم البدئي أكبر 2 سنتيمتر. طبعا اللي شاركوا بهي الدراسة هن 417 مريض بشكل عشوائي. طبعا 4 مجموعات قسموا. المجموعة الأولى أخذت بيرجيتا مهرسبتين مع دوسيتاكسل 107 مرضى، المجموعة الثانية هيرسبتين مع دوسيتاكسل 4 دورات علاجية، المجموعة الثالثة بيرجيتا مهرسبتين، المجموعة الرابعة بيرجيتا مع دوسيتاكسل. هلأ بعد 4 دورات علاجية عملنا جراحة، بعدها تابعنا بالعلاج المساعد طبعا FEC مع الهيرسبتين 3 دورات علاجية بالمجموعة الأولى، والمتابعة 10 دورات علاجية لهيرسبتين. بالمجموعة الثانية نفس الترتيبة كانت. المجموعة الثالثة أعطينا الدوسيتاكسل مع هيرسبتين 4 دورات علاجية مع الإف إي سي مع الهيرسبتين 3 دورات علاجية، مع الهيرسبتين 6 دورات علاجية. المجموعة الرابعة FEC مع الهرسبتين 3 دورات علاجية، مع الهرسبتين 14 دورة علاجية. طبعا هي دراسة تعددت المراكز، عشوائية مفتوحة بالمرحلة الثانية لتقييم سلامة الدورات العلاج، المبني على أساسا على البيرجيتا. ممكن سلايد تاني دكتور؟ لهون والله ما كثير فهمت السلايد هون، يعني هي الاختصارات البي تي زيرو، ما فهمت ايش قصده. يعني هو السلايد اللي بعده تكرمت عليها دكتور. إذا لك دكتور محمود تعليق سريع، يعني هي بالنسبة للبي تي زيرو، يعني يا إما بي تي بيحطوا يا إما سي تي، يعني هي التي إن إم ستيجينج عشان تعمل ستيج للورم. التي هي تبعت السايز، فإذا بكون في قبل التي في سي يعني كلينيكال، يعني حسب الألترا ساوند أو الماموجرام أو حسب التصوير هي الكلينيكال أو حسب الجس، يعني حسب الفحص. سي الأدق هي البي، يعني هي الباثولوجيكال، يعني بعد الاستئصال جراحيا قديش الحجم، هو بكون البي تي، يعني باثولوجيكال تي. بس عشان توضيح سريع، تمام. هلا يعني بالنسبة دول كلهم للناس بعد اللي الجراحة، كلهم بعد الجراحة دول. هلا بالنسبة للناس اللي شاركوا بالدراسة، متوسط الأعمار كان بالبيرجيتا مع هرسيتا مع دوسيتاكسل 50 سنة تقريبا، 4 مجموعات متوسط العمر عندهم 50 سنة. والبيفورمانس ستاتوس كمان كانت بين 0 و1%.
ما في داعي لذكر الأرقام حرفيا يعني. وضع الهرموني، كانت في ناس عندهم الاستروجين والبروجسترون إيجابي أو سلبي. التفصيلات ما أعرف مدى أهميتها. وضع الورم يعني كمان كانت متقاربة بالنسب، سواء قابلية الجراحة أو أنه متقدمة موضعيا أو التهابية، نفس النسبة تقريبا 65 أنه قابل للجراحة، متقدمة موضعيا 32% و10% السرطان ثدي التهابي. إصابة العقد عم يكون صفر كمان بنسب متقاربة، يعني هاي بيعطي مصداقية للدراسة. N0 30%، N1 50%، N2 20%. N3 كانت بالنسبة للمجموعات اللي ما فيها نعم كبير جدا. ممكن سلايد لعدو حكيم. اللي عم يحكي هون عن فعالية وأمان، إذا ممكن السلايد اللي بعده. هلا هون هي النتيجة، كأنها النتيجة النهائية للدراسة، يعني الناس اللي أخذت بيرجيتا مع الهيرسبتين مع البريسيداكسل كان عندهم الاستجابة التشريحية المرضية البي سي آر كانت ضعف تقريبا عن الناس اللي أخذت فقط هيرسبتين مع البريسيداكسل. ممكن سلايد اللي بعد الحكيم. هلا هون ما الأرقام ما كثير يعني فيها تفصيلات لأنه ما كثير واضحة إلي. ممكن سايد هذا حكيم. هلا تحليل يعني تحت مجموعات يعني شلون كانت الاستجابة، الناس اللي كانت عندها مستقبلات إيجابية ومستقبلات سلبية. هلا اللي أخذوا بيجيتا مع رسيت مع دوسيتاكسل والمستقبلات إيجابية كانت 22%. أي السي أي حكيم اللي قلت لي عنه أو 95%. طيب يعني ما كثير هذا، والله بدنا مساعدة الزملاء سلايدي. طيب طيب دكتور محمود، بتحب تخلص بعدين نرجع على السلايدات إذا حابب؟ طيب شوف طيب اوكي بعده. هلا هون الأعراض التأثيرات الجانبية الأكثر يعني مع العلاجات الموافقة، كان في عندنا نقص بالعديلات ونقص البيض أو الإسهال. كانت مع
بيرجيتا وهيرسبتين كأنه أقل التأثيرات الجانبية، اكتبها مع بيرجيتا وهيرسبتين وبستاكسل. بعد حكيم هلا هون التأثيرات القلبية على ما يبدو، يعني مع البيرجيتا والسيرتين دوستاكسي كان 3% اضطراب بوظيفة القلب الدرين الأيسر. التأثيرات العلاجية الكاملة يعني خلال فترة العلاج كانت 8%، تدني بوظيفة الدرين الأيسر كانت أكثر من 10%. كان نسبة مهمة يعني. سلايد اللي بعده حكي أعتقد خلصوا. هاي التأثيرات الجانبية للعلاجات. يعني كانت التعب 26% بالنسبة للعلاج اللي احنا يعني اللي راح القائمة عليه، درجيتها هي 6 دوسيتاكسل، يعني كانت بنسب مختلفة ما بين التعب ما بين التهاب المخاطبات الأسينيا الحاصة والارتكاز التحسسي والإسهال والبثيان نقص البيض، كانت بنسبة مهمة يعني 50-60%. الآلام العضلية كانت 20% تقريبا. يمكن سلايد هذا حقيقي أعتقد خلص. شكرا لاستماعكم. يعطيكم العافية حكيم. لا تأخذنا، كان التحضير شوي ليس كما يجب نتيجة ضغوط العمل والتجربة الأولى في هذا المجال. الجو يعني بالكلية سبحان الله جديد. الله يعطيك العافية دكتور محمود. الله يعافيك. شوف إذا دكتور بلال والزملاء حابين تعلقوا ممكن أعلق أنا شوي. تفضل باسل اذا بتحب. طيب انا بس ملاحظه دكتور محمود، يعني لما في تقديم للارتكل او لبحث علمي خاصه يعني مثل دراسات كبيره مثل هاي، يعني في اشياء معينه بنطلب فيها بالجورنال كلوب انه تنعرف، خاصه الامور الاحصائيه، يعني واحد لازم كطبيب اورام يعرف بالبيزكس تبع الاساسيات تبعه. ويعني هنا موضوع انت سالت على هي السي اي الكونفدنس انترفال، في البي فاليو، في موضوع الهازارد ريشيو، هذول كلهم يعني بيزكس او اساسيات ان شاء الله بركي اذا ما نعرفهم الان بركي نتعلمهم ان شاء الله يعني خلال الممارسه وتقديم حالات اكثر. يعني هي اساسيات اي دراسه. زاد انت كمان لما حكيت انا حاطن عندي هدول الشغلات ملاحظات سريعه، لما حكيت عن موضوع الجدول تبع الاثار الجانبيه الادفيرس ايفنتس لاحظ دائما بحكوا لك جريد 3 وجريد 4. بس لحظه شوي. فهي الاثار الجانبيه تبعت الجداول لاحظ انه دائما بحطوا لك جريد 3 جريد 4 هم الاهم. فواحد كمان يعرف الجريدنج للاثار الجانبيه كثير مهم. طلع يعني مو اي وجع او اي فتيج او اي مثلا الوبيشيا او راش او طفح جلدي بذكروه، اشياء الجريد 3 جريد 4 هي مذكوره فقط بالدراسات هي، يعني هي عاده الامور الشديده. ف هلا اذا نرجع امور الاحصائيه كثير فيها تفصيل وفيها حكي، ما بعرف اذا المجال الان
دكتور بلال واسع لانه نناقش فيه ولا ناجلها لبعدين؟ بس كمان دكتور محمود بس اخر جمله دكتور محمود، يعني كمان بهم المستمع انه انت اخر شيء تقول لنا من الدراسه هي شو الاستنتاج، يعني هل الدراسه هي البروجيتا مع الهرسبتين مع التاكسوتير مفيد ولا غير مفيد مقارنه بالرجيمن الثاني؟ فشو الافضل وليش عملنا الدراسه هي وشو نتيجتها؟ كمان مهم نعرف حسب النتائج الدراسه. فما سمعنا منك كمان السمري او الملخص تبع الدراسه. والله معلم بينت الدراسه يعني مفيد جدا اعطاء الديرجيتا مع الهرسبت مع دوسيت اكسل بالنيو اجيفنت بهي الحالات، يعني عم تكون استجابه الضعف. يعني بس أنا في مشكلة بأسعار هاي الأدوية أو عدم توفرها، يعني فالاستفادة فيها مهمة، يعني لازم هيك مرضى يستفيدوا من التجربة هاي. في طول النيو انجيفانت يعني قبل الجراحة، يعني إحنا دائما عم نكون عندنا في يجي المريض معمول له جراحة. فهذا فهمت من الدراسة، ما بعرف إذا في شيء إضافات حكيم. يعني حقيقة موضوع واسع، بينت الدراسة يعني من 2011-2012 كان في كلام كثير عنها، وفي شيء مشابه لها الدراسة يعني. والله من الوقت إنه ما عم يسعفنا. دكتور بلال تفضل اذا بدك. بشكل اساسي طبعا هي الدراسه كثير كثير مهمه. ممكن ان شاء الله بالمرات القادمه قبل جورنال كلب يعني ممكن كل حد من الزملاء يعني يجمعوا مع واحد منا بحيث انه نمر على الدراسه بتفصيل اكثر. ومثل ما قال باسل إذا ممكن نعمل سيشن أو محاضرة على قراءة المعلومات الإحصائية. دكتور بسام سنبل حكى شوي عن الموضوع قبل بأول محاضرة، فإذا بترجعوا إلى وتسمعوا على مهل وتحاولوا تقرأوا السلايدات بتصور بيكون كتير مفيد. واسألونا إذا في شهادة إحصائية ما يعني كانت يعني معضلة عليكم. الأفضل كمان لما واحد يقدم دراسة إحصائية أي دراسة، يعني إذا في أشياء مو واضحة نحن مشان هيك موجودين، نحن موجودين مشان دائما يعني نساعد وندعم ونفهم إذا في شيء مو واضح. فالأفضل يعني إنه مشان يعني الفائدة طبعا كل واحد منكم يستفيد من الدراسة ومشان تعمل فائدة للجميع. بلال أيوة اسمعوني. إيه بس تمام. كمان إذا فيك يمكن فيك إذا فيك تحط لنا الروابط تبع الفيديوهات سامز اللي عملناهم انت وقت حكيت فيهم عن الكونفيدنس انترفال وكذا. تمام مزبوط مزبوط ان شاء الله. فيعني نحن شوي شوي طبعا هي بدايه للجميع، فشوي شوي يعني ان شاء الله بنهايه السنه يعني اذا واحد صار يعني كل واحد فينا يقرا الدراسات بشكل افضل، يفسر الدراسات بشكل افضل، يعمل عرض يعني متكامل، فاحنا كله بالتدريب يعني شوي شوي ان شاء الله يعني كله بكل شيء بيتحسن. ف يعني ان شاء الله مثل ما قال بلال انه يعني هو لاخر السنه ان شاء الله يعني واحد بصير بيعرف لما بيقرا الاشياء الاحصائيه هي يعرف يقيم انه الدراسه جيده ولا غير جيده ولا بياخذ بها ولا لا ياخذ بها. نحن هاي الدراسه فرضناها معروفه فاكيد حتكون نتائجها جيده وممتازه، ولكن بالمستقبل انتم بس تقراوا اي دراسه او اي بحث علمي بمجلات لما بتعرفوا هدول الكونفيدنس انترفال وهذا الريشيو كيف ينقرا وكيف يتفسر والبي فاليو، فانتم لحالكم تعرفوا تقيموا والله الدراسه يؤخذ بها بالمستقبل، ممكن نعالج فيها مرضانا، ممكن الرجمن اللي هن مستخدمينها جيده ولا غير جيده. فان شاء الله بالمستقبل تحسن الوضع ان شاء الله. طيب ممكن ننطلق للتيومر بورد. مرحبا دكتور مالك، شكرا أنك معنا اليوم. إذا الشباب اللي عندهم
حالات فيها صور شعاعية ممكن نبدأ فيها بالأول وبعدين بنكمل الحالات الثانية. بتصور دكتور حسين كان عندك حالات فيها صور شعاعية وبتصور دكتور محمود يمكن. فإذا بتعمل الشيء. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، أهلا دكتور حسين. أبدأ أنا؟ اتفضل. وإذا بتعمل شير سكرين للسلايدات أو دكتور مالك إذا بتحب أنت يعني تعمل شير من عندك حسب. طب تفضل دكتور حسين، أعرض الدراسة وبعدين الصور الشعاعية بنشوف يعني. الله يعطيك العافية. الله، بالنسبة للمريضة هي المريضة عمرها 25 سنة، حامل بالشهر الثامن، شكايتها صداع منذ سنة، رجعت أطباء أذنية شخصوا لها التهاب جيوب، بعدين شخصوا لها خراج في الجيب الفكي دون استفادة. المريضة أنا لما شفتها كانت حامل بالشهر الثامن، بالشهر الثامن أجرينا لها MRI فتبين وجود ماس تملأ الجيب الفكي الأيسر وتغزو الأعضاء المجاورة. بالنسبة للتشريح المرضي دائما نحن عندنا مشكلة بالتشريح المرضي، دائما عم يعطونا تشخيص يعني عم ادور عليه ما عمل اي يعني، لذلك في بعض الاحيان ما عم نذكره نهائيا. اعطانا هو ميكسد تيومر، الله، بعد الولادة فورا المريضة بعتناها على الشام، طبيب جراحة فكية بسبب عمر المريض الصغير حاب يمنحها فرصة، لاحظوا أن الوضع يعني ليس عما يرام يعني ستيج 3 أكيد، بس الوضع ليس جيد، ففضل أنه يجري عمل جراحي واسع، فأجرى عمل جراحي واسع وأخذ خزع، فمعظم الخزع الحواف العمل الجراحي كان نصها مصابة. بالنسبة للتشخيص كان ACC أدينوزايد سيستيك كارسينوما، وبعد شهر خضعت لمعالج شعاعية. الله، هاي الهاي جريد ACC تقريبا يعني معظم الحواف الجراحية كانت عندها مصابة. أخذت أشعة، بعد ثلاث شهور من المعالجة الشعاعية وبدون شكاية من المريضة أجرينا سي تي متعدد الشرائح للعنق والصدر، تفاجأنا بوجود انصباب جنب ونقاء رئوية، رجعنا بعثنا المريضة على الشام. والله بالنسبة لل ACC والله العلاج الأساسي هو الجراحة والأشعة. بالنسبة للمعالجة الكيماوية دورها شوي ضعيف. والله الأدوية المجربة أنا قرأت شوي عن حالة، أكثر أدوية هو التاكسول والجمزار. فالمريضة أخذت أربع جرع كاربو بلاتين مع تاكسول وأجرت بيتا سكان. البيتا سكان هلا بعته على مجموعة دكتور مالك يقرأ لنا إياه. رجع أخذت جرعتين كاربو وتاكسول. الله، وضع المريضة جيد، ما بتشكي من شيء نهائيا. السؤال مطروح، الله، المريضة هي أخذت معالجة كيماوية، شكايات ما في، هي ستيج 4. الله، في حال ترقي المرض لديها شو هي الخيارات العلاجية المتبقية عندها المريضة هي؟ الأمر الثاني، شو هي ال استقصاءات الجينية اللي ممكن نجريها عند هذه المريضة؟ علماً أنه الـ ACC أنا قرأت عنه أنه ما له علاقة في السموكينج أو الكحول أو الـ HP فيروس. هاي الحالة الأولى دكتور بلال. دكتور حسين، ستيج 4 بس لأنه في انصباب جنب ولا؟ ما في عندنا نقاء رئوية دكتور بلال. تمام، انصباب جنب مع نقاء رئوية. في عندك صور، عندك صور سلايدات الباثولوجي دكتور حسين؟ لا والله، بس في حصلت بس التغرير هذا، حصلت التغرير هذا الوحيد.
أي تغرير وحيد. الله في صورة مرنان بعثتها عن مجموعة قبل العمل الجراحي هي بإدلب، وفي سي تي سي تي للصدر قبل العمل الجراحي بدمشق، وفي بيتا سكان بعد 4 جرعة من الكاربوبلاتين والتاكسول. حاليا بعد فترة راح نرجع نجري لها سي تي للعنق والصدر، أو ممكن نرجع نبعت عشان تسوي بيتا سكان. في مجال تحط هون الصور السي تي سكان والام ار اي دكتور حسين؟ والله الصور على المجموعة نزلت على مجموعة المقيمين، كيف بدي اشاركها؟ او ما بعرف دكتور مالك اذا انت فيك تفتحهم وتعلق عليهم من عندك. الصورة الاولى هي المرنان قبل العمل الجراحي، الصورة الثانية هي سي تي للعنق والصدر بعد الجراحة والأشعة ب3 شهور، وفي عنا الصورة الثالثة هي البيتا سكان مع سيت سكان. الله بالنسبة للمرنان كان في ورم يملأ الجيب الفكي ويغزو الأعضاء المجاورة، السي تي بعد المعالجة الجراحية والشعاعية كان في انصباب جنب أيمن ونقاء رئوية. البيت سكان ما عندي خبرة فيه والله. طيب أنا لحاول أعمل شير للسايدات تمام. طيب انتظروا علي ثواني. إذا بدك لو تنتظر دكتور طارق معنا. دكتور طارق شفت الريبورت على الباثولوجي؟ شفته غاسل، ما بعرف والله هلأ شو هو، يعني هو بلش بالفك وبعدين هلأ منتشر؟ يا هيك شيء، في عندك انصباب جنب وفي عندك مثل نقاء رئوية بالتصوير. يا يعني أدينويتسيستك يا ممكن ينتشر يعني بادلي يعني، بس ما بعرف يعني ممكن يكون حتى برايمري باللونج يعني كمان. عملوا له شي ستينز؟ وهذا السؤال بالنسبة للتشخيص، يعني يكفي المورفولوجي ولا بده ستينز معين؟ على المورفولوجي بالعادة تبع الأدينويد سيستيك يعني كاركترستيك، بس يعني أحيانا في أوفرلابينج مع أذر تيومرز بنعمل له شوية ستينز بتساعد، يعني CD117 بوزيتيف بالعادة بالأدينويد سيستيك. عنا يا هذا الستين نحنا، إذا عندكم شي خزعة من الرئة أو حتى سائل الجنب إذا بيقدروا ينعمل منه سيل بلوك. أنا والله ما بعرف المخبر تبعنا بيقدر يعمل سيل بلوك ولا لا، بنقدر نصير نعمل ستين على الفلويد. مجربين شيء قبل هالمرة تبعتوا فلويد للباثولوجي؟ لا والله يا دكتور. هلا دكتور ممكن بس تحريق لا شازة، بس انه اميون ستين ما بعرف انه على الفلويد ما بنعمل. شلون اميون ستين عنا؟ لا عنا اميون على الفلويد بنعمل. على الفلويد انا بعرف شلون بنعمل. لك شغلة، نحن نعمل سيل بلوك وبعدين هذا سيل بلوك هيك انه بنعمل مثل كلات، مثل البون ميرو انه مو بنعمل له كلات، بتعمل له هيك مثل كلات او سيل بلوك، وبعدين هذا بتحطه بالبارافين وبتقطعه، فبنصير بنلون هذا الفلويد. هلا ما بعرف انا المخابر بسوريا بيعملوه ولا لا، ما بتصور. انا لما كنت بالشام ما كانوا يعملوا هيك شيء، الفلويد دائما أيه. بيقولوا ما بنعمل عليه. ايوه بعرف والله، انا والله بشوف طريقته بقول له يحيى يبلش يعمل هيك شيء، بس يعني شوي هي بده وقت، هلا ما رح تصير هلا دغري يعني. بس فيكم تسالوا اي هلا يعني، انتم بس بعتوا الفلويد، انتم بتسحبوا الفلويد وبتبعتوه على المخبر. بنسال الدكتور غياث حامد باسل اذا عم يعملوا هيك شغله. ممكن اول شيء يسالوا مخابر ادلب، يعني نفس المخابر بادلب، اذا بيعملوا السيل بلوك وبعتوه بعدين للستينز للدكتور يحيى. لا هدول التيومرز كمان مشان العلاج، السؤال انه هدول التيومرز مرات بيكونوا هيرتو بوزيتيف، فهيرتو بتصور لازم نعمل. وكمان الشيء الثاني انه اكيد انتو الفيلوز الشباب سمعتوا بالشيء اسمه خلال السنتين الماضيين الشيء اسمه انتراك فيوجن اللي طلعت. فالانتراك فيوجن طلع فيه دوايين بينعطوا شركتين معينتين يعني،
لأي تيومر في عنده انتريك فيوجن، هي عبارة عن ميوتيشن يعني طفرة. وإذا بتطلعوا بالبيبر اللي got published اللي انتشرت، الانتريك فيوجن كانت معظمها موجودة بسرطانات السالفري جلانز يعني. فهيك مريضة خاصة بعمر الصغير بتصور حسب يعني، إذا مو هلأ بعدين، إذا مثلا تنبعت على تركيا أو إذا في هيك شيء ممكن مثلا يعملوا للانتريك فيوجن ويشوفوا إذا الحبوب متوفرة بشكل معين أو شكل آخر، ما بعرف. ما أعرف شو رأي كمان الزملاء باسل وبلال وأحمد. تمام، إذا بدك ممكن نشوف الإيمجز وبعدين يعني ممكن كومنت كمان علق. السلام عليكم ورحمة الله، هي مالك باشا طب أشعة. ممكن أسأل الإنجليزي معكم لأنه يعني ما بعرف الكلمات الميديكال، وحدا يترجم من شاني ماشي حال ولا will that be a problem؟ يا ولا يهمك، يعني أنت قدر الإمكان ممكن تحكي عربي مالك، بس الترمز ميديكال ترمز يعني feel free of course بالإنجليزي. أوكي. So here the axial CT of the lung base. What I see here, what looks like nodularity along the right diaphragm, and there's a right-sided effusion. And anytime you see that in the setting of malignancy, you worry about pleural metastases. So that's something I would consider. I did not see any pathology in the abdomen to suggest metastases there. And the other study I'd like to go to, I guess the sinuses, I could share my screen if that's what you guys prefer. Okay. Let's see. Share screen. If you guys can see it, here's the coronal sinus CT. The two issues I see, I mean, these are the pre-treatment, but I do see what looks like invasion of the lateral and posterior wall of the left maxillary sinus. As well as there's some nodular soft tissue along the periphery here. As you can see on the other side, there's just fat in the paranasal or parasinus soft tissues. Additionally, with adenoid cystic carcinoma, something you really are concerned about is perineural spread. Ideally, you would look at an MRI for that, but you could also see if we got the axial CT images just to see if the neural foramen for the cranial nerves are enlarged at the skull base. So if you guys potentially could find that in the future, that'd be nice. And I can look back the other imaging finding of interest here. Let me pull up the CT. I believe it's this study. Just make sure. Oh, wrong study, sorry. Here's the CT chest and neck. So pretty good sized effusion and what looks like nodularity here along the right pleura. I believe that looks like nodularity. The windowing isn't ideal, but that's what it appears to be to me. And then additionally, when we get to the neck soft tissues, the one prominent asymmetry I see is this lesion right here, but it could just be the submandibular gland, which I don't really see well on the left side. It's possible that it's infiltrated with cancer, although I'd have to get the actual images. But it would be odd for it to be asymmetrically enlarged unless it was treated here. I understand the radiation treatment was here, so maybe it's just atrophied following radiation. So that's a pretty good possibility. But other than that, I don't see any obvious cervical lymphadenopathy. It'd be unlikely for a left-sided cancer to move to the right side, right cervical lymph nodes, but I guess that's technically possible. And other than that, there was nothing particularly interesting on imaging. No evidence of intracranial disease based on the images I saw. And that's pretty much what I would say in regards to findings.
في كان بيت سكان كمان دكتور حسين انس؟ ايه نعم في دكتور. ايه موجود عندك التصوير؟ بعته على المجموعه. ما شفت للبي سي تي والله. But I will check it. Maybe we can come back to that after I look at it. يعني دكتور مالك يعني انا I missed maybe a few seconds بس يعني باللنك اكثر من البلورال فيوجن ما في شيء distinct يعني large metastasis. I did not see any mediastinal lymphadenopathy and I did not see any lung nodules and no disease in the abdomen. So really I would say yeah just the pleural metastases. كأنه بالنسبة للعلاج لأدينوسيستيك كارسينوما الخط الأول أنا أرسلت على المجموعة يعني في ألغوريثم اللي أبتديت مقترحه. الخط الأول هو علاج كيماوي مثل ما عملته دكتور حسين. بعدين ممكن واحد يستخدم التارجتد ثيرابي أو التي كي آيز اللي هي اللينفانتنب أو السرافنب أو الإكزيتنب. فممكن يكون هدول خطوط للعلاج يعني في حال النقص أو السيمتومز أو هيك. أنا في عندي تعليق سريع دكتور حسين، في أي مجال إنه لو مريضة السباب الجنب نعمل لها خزعة أو نسحب السوائل نتأكد إنه هو في دكتور باسل ممكن أسحب له؟ نعم وتبعته على المخبر ويتحلل؟ نبعته على مشفى الراعي. هلا ما أعرف إذا في مجال، ما أعرف طارق فيك على المجموعة الباثولوجيز تسأل الأطباء بإدلب الباثولوجيز. إيه طيب إيه هلا بسأله. بيعملوا سيل بلوك. أوكي هلا بسأله. أنا بعد كمان شغلة كظريفة، هي مقابلة على الجزيرة صارت من سنتين، تذكروا طلع هذا العقار أو الدواء الجديد وطلع عليه سرعة غريبة إنه شفاء لجميع أمراض الأورام، وبس الناس يعني تحكي اخبار مغلوطه. فهذا العقار هذا بشكل اساسي هو تارجت للطفره، هي ان تي ار كي، والناس فكرت انه علاج كل الامراض وبلشت تسري معلومات خاطئه. بس هي هذا العقار فقط للطفره هي، يعني من الاشياء اللي فيها الطفره هي هو هذا الورم النادر كثير اصلا، وهذا الادينويد سيكسيل كارسينوما كمان كثير نادر. بس في طفرة ممكن إذا في مجال يعني دكتور حسين تنبعت هي على شيء محل خاصة، حتى ما بتوقع بالشام موجودة، إذا في إمكانية تنبعت على تركيا لأنه هذا العقار بجوز يعني يعطيها للمريضة طول أمد سيرفايفل أحسن من الأدوية الثانية اللي هي تارجتد تريتمنت. وإذا في طفرة يعني ممكن نحن هذا الدواء، ما أعرف إذا ممكن نحن نحكي مع الشركة إنه انه يعني يعطونا اياه او يتبرعونا فيه او هيك شيء، انه في مريضه بسوريا او يعني بحبوا القصص تبعت اللاجئين وكذا، ممكن اقول لهم انه في مريضه عندها الطفره هي النادره كثير اذا بتساعدونا بالدواء. ففي معكم مجال ينبعت التيشو تبعها حتى ممكن القديم مو الجديد من الجراحه اذا ينبعت على تركيا للطفره هيكون ممتاز. دكتور باسل الله نبعت البلوكات موجودة في دمشق بعد العمل الجراحي نبعثهم نفسهم؟ اي نفسهم نبعثهم على تركيا؟ اذا بنجابوا في مجال يا ريت والله نشوف والله طرقها مسكرة ما بعرف. تحب نبعثها على بيروت؟ اذا بدك انا الدكتور غياث حامد بعث له رسالة بقول له اذا عنده الطفل موجودة بالشام. تمام ممتاز. إذا 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 الأمر متوفر الخزعة هي موجودة بالشام نأخذها ونبعثها على أنت بس أعطينا العنوان نبعث هلا بعثوا رسالة مباشرة إن شاء الله. طيب باسل وطارق والجميع يعني الشيء بالشيء يذكر، هل ممكن يعني بعض الـ NGS الـ Tempus وهي الشغلات يعني ممكن تكون يعني نعملها بالسورية بحالات
قليلة ممكن يصير في تواصل مع الشركات بحيث أنه يسمحوا مثلاً بعينة أو عينتين أو يعني عدد معين من العينات كل سنة أو كل شهر؟ يعني هل ممكن هذا الشيء يصير مثلاً هلأ التمبس من فترة هلأ يعني هن عم يعملوا التمبس للكولوركتال كانسر ببلاش لكل المرضى طبعاً مشان يشوفوا إذا في انتراك وإذا في انتراك طبعاً حين في حق الدواء بس الأصل أنه هل ممكن نعمل هيك شيء بحيث أنه يسهل على الناس أو مثلاً مثل هاي الحالة 25 سنة يعني كتير هاي يلد أنه نعمل الـ NGS ما بعرف يعني إنه بالمستقبل ممكن نعمل هيك شيء الشغله صراحة كمان مهمة وبيوز أسهل شوي مثل طارق إذا بحسن موضوع الـ PD-L1 إذا بنحسن دبل PD-L1 expression stain أو طريقة نعمله حتى لو عند يحيى لأنه عن جد يعني make a life difference أنا هلا عندي my practice هلا 4 أو 5 مرضى بعد سنتين من immunotherapy stage 4 هلا هن off immunotherapy ومع العلاج وقفنا العلاج وأمورهم تمام بس أنا عنده كان high expression من PD-L1 هدول stage 4 cancer يعني قبل هيك كانوا عيشوا سنة وخلاص فال PD-L1 status والله هذا نحن should be our next goal أو target هلا فينا بتصور نجيب ال PD-L1 بس ال PD-L1 حتى يعني بتصور فيه منه هلا نحن ما عندنا يا باللاب تبعنا بس فيه منه يعني على حسب انت شو الكترودة ولا شيء تاني بدك تعطي بس يعني ممكن نجيب الأكثر واحد مستخدم على القليل أول شيء نجرب فيه هو immunostain وبينقرأ كimmunostain يعني ويوز كور يعني الواحد يحيى بيقرأ عنه مفروض يقدر يعطي ريبورت عنه زماناتنا فتحنا هي السيرة يعني على PD-L1 والMSI ما بعرف رجعنا سكرناها حسيناها شوية إنه حالنا بس نجرب immunostain هلأ عم نجرب immunostain so far immunostain اللي على الكارسينوما على قولة يحيى أنه عم يشتغلوا منيح هدول الكيراتين وهيك شغلات الليمفويد ماركرز ما عم يشتغلوا منيح السينابتور كروم عم يقلي ما عم يشتغلوا منيح فيعني لسه شوي عنا مشاكل شوي بالإمينوستين يعني لسه بدي يتعلم طرق كيف يساوي هدول الإمينوستين اللي عنا ياهن هلأ موجودين فما بعرف هلأ نضيف له PD-L1 ممكن يعني بس مو شغلة أنه دغري رح تصير يعني هي خطة هي ال هي أول خطوة الخطوة الميونوثيرابي حتكون حساب مريض للأسف حتكون جزئيا ليميتد هي معي الشباب إن شاء الله بس next step أول شيء نشوف ال PD-L1 إن شاء الله بالنسبة لل NGS يعني هي شوي صعبة هلا بتصور ما بتصور حتى بالشام بيعملوها يعني هلا أكيد تركيا المفروض يكون إلا ما يكون في مخابر عم تعملها فيعني المريض بيقدر ياخذ البلاك ويبعته يعني ما بعرف إذا الشباب بيقدروا يسألوا مين بتركيا ممكن يعمل هدول التحاليل يعني على البلاك بينعمل كل شيء تقدر تعمل NGS قد ما كان عمره البلاك طول ما إنه في ماتيريال فيه تمام شكرا جزيلا دكتور حسين اي استفسارات اخرى عن الحاله هلا نعم اذا ممكن هلا السؤال الاول انا كان بودي بس نشوف شو صار بالمريضه بالبيتا سكان بعد العلاج الكيماوي بس انا طالما طبيب الاورام رجع طه جرعتين فعلا ما يبدو اما في ستيبل ديسيز او ممكن يكون في تحسن بسيط دكتور حسين هو البيت سكان كأنه يعني في كات سكان موجود هي أول واحد اللي فيه 3D بس ما بعرف كأنه ما في بيت دكتور بلال بعت لك أنا كمان يوم الجمعة نعم رح أرجع أشوف لا دكتور باسل بس سؤال إذا ممكن نعم تفضل الله يزيد فضلك الله المريضة كونها ستيج 4 العلاج الأول هو الكيموثيرابي أخذته في عندنا خط علاج ثاني متوفر هو موضوع الإكزيتينيب مو هيك أو نجري الطفرة إذا متوفرة بالشام بالنسبة لل إيش العلاج إيش اللي قلته اسمه دكتور الدواء اسمه تايروزين كيناز إنهيبيتور إكزيتينيب
لا مو اكزيتنيب، في السونوتنيب ممكن اكزيت، والله ما بعرف هلا هذول كلهم تارجت ايجنت كلهم تي كي اي تايروسين كينيز انهبيترز، ممكن منهم اكزيتنيب واحد منهم. والله دكتور انا قرات انه الاكزيتنيب وفي دواء ثاني يمكن الليفاتنب. الليفاتنب نعم 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 تمام دكتور، بس الاكزيتنيب ما بعرف والله بدنا نبحث عنه والله. هلا متوفر عندكم انتم الاكزيتنيب؟ لا والله المريض يشتري على حسابه. ما اتوقع حتى موجود، ما اتوقع حتى موجود يعني. هلا اسالكم وصف عليه دكتور توصي دكتور وقت بوصوا عم بجيبوا كل الادويه وعنا يمكن قطع او قطعتين بالمركز. اللي عندكم الاكزيتنيب؟ والله ما بتذكر الاكزيتنيب عم قطع او قطعتين. تمام إذا في مجال كمان دكتور حسين تعملوا هدول سليفري جلاند تيومرز، يعني مثل ما حكى دكتور أحد الأطباء يمكن دكتور بسام، في يمكن 20% عندهم HER2 positive، HER2 positive فبتعطيهم الهرسبتين أو حتى TDM1. فلا المريضة يعني بما أنه يعمل 25 سنة وصغيرة بالعمر والله أعلم، يعني مفروض نحن نحاول قدر الإمكان نعمل كل الطاقات اللي عنا أمل أحسن علاج. هدول TKI يعني حل حاليا اذا نعم. نعمل لها هير 2 ونعمل لها نعمل لها هي NTRK ميوتيشن يكون ممتاز والله. يعني الله في عنا لسه 3 خطوط علاجيه. طبعا هذا ورم كثير نادر انا بحياتي ما شايفه، اذا حدا من الزملاء كمان في عنده افكار تفضلوا. والله أنا الحالة اللي شايفها بالفيلوشيب من كم سنة كانت أول شيء أعطيتها تاكسين، بعدين وات ريكرنس هيرسبتين كانت هير 2 بوزيتيف، بس الواحد من زملائي يعني هو بشوف هذا النك حاليا لقى 2 انتريك يعني بخلال الشهرين الماضيين يعني بالسليفري جلاند، واحدة منهم كانت ACC. فلا انتو ذكرتوا سواء الاكسيتنب او هدول، بس بتصور مثل ما حكى الدكتور باسل يعني عملوها هي اولويه انه تحاولوا تطلعوا على الانتراك الانتي ار كي، لانه اكسيتنب الكيماوي كلهم هدول ما حيغيروا بالعيوشيه تبع المريضه يعني غالبا يعني كلهم باليتيف، بس هدول الادويه هدول الحبوب الاجداد اذا كانت عن جد المريضه عندها انتراك فممكن يغيروا لها يعني يعني الاستجابة العلاجية عليهم كتير كتير عالية. تمام. السلام عليكم. أنا كان عندي حالة هي كانت breast cancer كان عندها NTRK mutation لقينا لها actually. وحاولنا يعني الشركة بالذات هي اللي غطت لها حق الدواء. فمثل ما ذكر الدكاترة من قبل إنه ممكن هال يعني في أحيانا الشركة اللي بتصنع الدواء إذا بالفعل عندها ال NTRK mutation إنه تتكفل بتغطية حق الدواء بحد ذاته. وحأكتب الاسم تبعه أنا. I'm just gonna type it بالchat. تمام شكرا جميعا لكم. ننتقل للحالة الثانية. ما أعرف دكتور حسين يمكن بس هاي الحالة الوحيدة اللي عندك فيها. طب في حالة ثانية بتحب نعطي مجال؟ لا خلينا نعمل الصور أول. إذا في عندك حالة فيها صور ممكن. الله الحالة الثانية ما فيها صور لا دكتور. تمام يمكن دكتور محمود عندك حالة فيها صور. في عندي حالة فيها صور صح اللي أبعتها على الجروب؟ موجودة على الجروب. تمام اتفضل بالعرض ونشوف الصور. طيب اللي في عندي حالة سرطان ثدي، المريضة عمرها 40 سنة،
أختي توفيت بسرطان ثدي من شهر إلى شهرين. طبعاً هي المريضة أخذت جرعات كيماوي أسيب بعدين تاكسول. طبعاً ثدي مع تجريف فقط. المستقبلات الهرمونية كانت إيجابي، هيرتو نيجاتيف. طبعا المريضة كثير خايفة ما يصير معها مثل أختها، كان هي انفيزيف لابيلار كارسيناما، كان عندها إسارة العقد الليمفاوية 16/16. فهلا هي عم تسألني إنه هي بحاجة لعلاج شعاعي أو لا، فما رأيكم؟ دكتور مالك فيك تعمل شير للصور من آخر صورة مبعوثين من دكتور محمود. شو اسم الـ patient؟ أو تاني هي patient. ما عنده صورة هي. هي تاني ما عنده صور، ما عنده أشعة. فكرت أنت قلت كأنه إنه في أشعة، خلص بسيطة. بس في تقرير تشريح مرضي. ما في صور يعني؟ لا لا ما في صور. أوكي. فسؤال الدكتور محمود أنه بدها أشعة أو لا؟ تمام. بدها علمين علاج شعاعي؟ تمام. مع الأسف أختها صار عندها عجائب وغرائب، صار عندها يعني ارتشاح للسحايا. يعني أنا شفتها يعني تابعتها شهر قبل ما تتوفى. وتوجه الشباب يكون عندها تدرن سحايا. وعدة نقائل كانت بالكبد وآلام عظمية. ودكتور محمود شو الستيج تبع المريضة؟ شو حجم الورم؟ هلا بالنسبة لنا بها نبها كان حجم الورم عندها صغير على ما أذكر. هي عندها هي عندها 16 عقدة أنت قلت صح؟ بس 16 عقدة تماما، كان 16 عقدة يعني كلهم مصابين. تمام. وحجم الورم أي حجم الورم كأنه كان مبين بالتشريح المرضي عندنا يعني كان 11 5 2.5 × 11 ب 14 يعني أحجام كبيرة والله. والله المريضة بيستأصلوا له قبل نيو أجوفنت. هذا حكي الله حكيم. هي المريضة رح تحتاج معالجة شعاعية نظرا لحجم الورم ونظرا للعقد الليمفاوية اللي عندها مصابة. يعني هي عملت جراح أول بعدين أخذت المعالجة الكيماوية. تمام. وهل عملت يعني بالبداية وحتى هل عملت تصوير طبقي محوري بس لحتى يتأكد إنه ما في نقائل؟ عملنا تصوير طبقي محوري ما في نقائل الحمد لله. نقائل. يا فهي غالبا راح تحتاج انه تاخذ المعالجه الشعاعيه، فيفضل تاخذ المعالجه الشعاعيه. وكمان ما بعرف اذا هي ما قبل سن الظهي او ما بعد سن الظهي، ولكن اذا فيها تاخذ التثبيط للمبايض وتاخذ الاريميدكس او الاروماتيز انهبيتورز فيفضل هالشيء نظرا للستيج 3 إذا فيها داخل الريميدكس مع التثبيط المبايض. بلشنا على التاموكسيفين. بلشت على التاموكسيفين، أوكي. بس هي لازم تاخذ معناته المعالجة الشعاعية، يعني ما دام بلشت على التاموكسيفين تكمل التاموكسيفين وتاخذ معالجة شعاعية بنفس الوقت، يعني معلش هالشيء هذا، أو يفضل تاخذ معالجة شعاعية. إمتى هي عملت العمل الجراحي أو خلصت المعالجة الكيماوية؟ خلصت المعالجة الكيماوية من شي شهرين تقريباً. العمل الجراحي للشهر الثالث الآن، يعني 9 شهور 9 شهور 4 شهور.
لا بس الكيماوي خلصته من شهر أو شهرين عم تذكر دكتور، فيفضل إنه تأخذ المعالجة الشعاعية للثدي والعقد اللمفاوية نظراً لأنه T3 N3 في علاقة الستيج 3 شكلها هي المريضة، ما في عندنا قائل بعيدة. تمام. هلا مشان تغيير تشريح المرض invasive lobular carcinoma، يعني معظم الحالات هي داكتال كارسينوما، في عندنا شيء اهميه تشريح مرضي هالحاله؟ ممكن وجهنا لشيء مش يعني ما بيغير المعالجه تبعها الانفيسيف لوبولر، احيانا لسوء الحظ حتى نحن احيانا بنشوفه بحالات متقدمه اكثر من انفيسيف داكتال، احيانا ما بيحس الواحد او ما بيشوف حتى على التصوير الشعاعي، وخلي الدكتور دكتور مالك يعلق إذا بيحب على الماموغرام أو بيرست إيميجينج إذا في مجال. أحياناً الانفيسيف لوبيولر بيعطي أكثر، يعني الانفيسيف داكتل بيسبب كتلة، حتى اللوبيولر ممكن يسبب كتلة، بس أحياناً اللوبيولر بيعطي مثل خيوط بقلب الثدي بحد ذاته بحيث ما بتشكل كتلة، فما بنشوفها إلا بوقت متأخر بالماموغرام أو بالتصوير الثدي. أحياناً نحن بنبعث المريضات على الجراحة ونتفاجأ أنه حجم الورم أكثر ما كنا متوقعين، أو حتى أحيانا بيطلع أصغر من ما كنا متوقعين أنت عم تذكر أنه الورم أستروجين بوزيتيف، وهو غالبا باللوبيولر حيكون هرمون بوزيتيف أو إيجابي الهرموني وهرتو نيجاتيف. إذا كان غير هيك فهو نادر يكون غير هيك، فلازم الواحد يتأكد تماما بالإنفيسيف لوبيولر. هلأ نظرا لأنه المريضة عمرها صغير، وكمان ذكرت أنه كان أختها كمان عندها سرطان ثدي، فقديش كان عمرها للأخت، ولكن شكلها لازم أنه تعمل الدراسة المورثية أو الجنريك تيستينج بس لحتى يتأكد الواحد هل في شيء عندها من الجنريك ستاندبوينت. فهي نقطة مهمة. أحيانا invasive lobular أحيانا بحسه شوي مو انه مختلف، يعني طبعا كاي سرطان ثدي بينتشر انه للعظم للكبد للنقاء الرئوي او للدماغ، ولكن احيانا ممكن يسبب نقائل مختلفه احيانا هيك بمحلات غريبه شوي، يعني في مريضات شفتهم انه عندهم نقائل الجلد، او حتى بيحبوا يروحوا على الاخشيه اذا فيني اسميها، مثلا على بيرتوان أو على نقائل السحايا بهالحالات هاي. ترى بس في عندي حالة سرطان ثدي التهابي ذكرتها سابقا والمشكلة قائمة، يعني المريضة هي أخذ علاجات كيماوية وفي عندها نقص الجلد، يعني شكله كتير مزعج والله، فهلا عم أعطيها جيم سيتالين يعني تحسنت، بس المتابعة لأي حد فينا نتابع بالجيم سيتالين. عم تذكر غير مريضة صح دكتور؟ هاي غير مريضة صح تماما، عمرها 65 سنة وعندها سرطان ثدي يعني ارتشاح للجلد. أظن يعني مدام هو صار ستيج 4 أو منتشر، أظن يعني بدوش بيقول يعني ما في مجال إنه يوقف المعالجة بشكل نهائي، لأنه بيعرف بسوء الحظ حيصير أسوأ إذا كان، خصوصاً إذا كان triple negative، يعني ما فيك تحول من معالجة كيماوية لمعالجة هرمونية. أحياناً إذا كانت هرموني إيجابي وعطيت المعالجة الكيماوية بالبداية ومثل هدى الوضع شوي أو بما بيقولوا إنه برد وضع السرطان المتهيج، ممكن يحول بعد فترة مثلاً من معالجة كيماوية بعد ما استمر عليها فترة طويلة لمعالجة هرمونية إذا كان هرموني إيجابي. بس إذا كان triple negative معناته ما عنده الواحد غير الخيار العلاج الكيماوي يضل عليه بشكل مستمر على قد ما تتحمل المريضة، قد تضطر تعدل الجرعة أو يعدل المعالجة، يعملها أسبوعي أسبوع لا بدل أسبوعين أي أسبوع لا مثلا، يعني على حسب ما يتحمل جسمها من هالناحية هاي. دكتور محمود هاي الحالة الثانية يعني صار فيها جراحة already وانتكست مرة ثانية بعد الجراحة مستكتمية وهيك شيء، ولا ما في جراحة؟ هي منتشر بكل الجسم. هي المريضة حكيم عاملة جراحة بس بالضبط والله إيش الفترة الزمنية ترى ما كتير ذاكر، يعني حوالي سنتين المريضة عاملة استئصال ثدي جذري وفي نكس في الجلد، وحاليا في عندها نقاء للثدي الثاني علامة قشرة البرتقال. المريضة عم تعاني كتير، في عندها وزمة شديدة بالطرف،
كان ألا مبرحة. في نقائل غير بالثدي الثاني؟ في يعني نقائل مثلا بالرئة أو بالعظم أو شيء ثاني؟ هلا كأنه بالعظم لأنه فينا آلام عظمية عم نعطيها زميتها وجمسي تبعين جمسي تابين. لأنه أعرف دكتور أسوس مجوز كمان تعلق أحسن مني، بس يعني بشكل عام إذا ما في نقائل مثبتة للعظم الثدي الثاني يجوز يكون مثل دينوفو بقولوا أو مثلا ورم جديد، يعني ما ضروري يكون انه هو نقائل، كثير كثير نادر يكون انه في نقائل من الثدي للثدي الثاني. والله اعلم جوز انه يكون مثلا ثدي جديد وسرطان جديد بده علاج يعني من اول وجديد. في ده في فائده للاستئصال؟ استئصال الثدي مثلا؟ مثل ما ذكر الدكتور باسل، هلا اذا ما انت ذكرت انه ما عندها نقائل عظميه صح؟ إنه فقط عم تذكر بجدار الصدر أو بالجلد خليني أقول وبالثدي الآخر، فإذا الوزمة شديدة وشو وضع المستقبلات الهرمونية تبعها كمان إذا فيك تعلق دكتور. إذا الثدي الآخر أحياناً إذا كتير كان والله متقرر مؤلم إلى آخره أحياناً ممكن يفكروا فيها كعلاج جراحي تلطيفي، بس مو يعني مو دائما بيعملوا هالشيء هاد، ولكن احيانا ممكن يفكروا بعلاج جراحي تلطيفي اذا عم يكون كثير سريع وضعه. ولكن كمان بده ياخذ بعين الاعتبار احيانا اذا الواحد بده تعمل عمل جراحي كمان القمه فيها اذا كان كثير وذمه انه هل يا ترى يلتئم الجرح ولا لا، وهل وضع الجدار الصدر أو الجلد الآخر هل فيه نقائل؟ إذا قعدت فترة طويلة بدون معالجة كيماوية كمان شو حيصير به النقائل اللي مرتشحة للجلد؟ ما بعرف إذا مثلا النقائل اللي على الجلد بحد ذاتها هل هي صغرت بالحجم ممكن يعملوا لأي معالجة يستخدموه، ولا هل هي آخر على هذا الجانب من قبل ولا لا؟ فكمان إذا فيها التفاصيل أو بتساعد يعني. والله يعني كان وضع المستقبلات الهرمونية هلأ ما هو البارع، يعني أحاول أحصل عليها ربما وقت آخر يعني ممكن نحكي فيها. جبت لكم معلومات مشان السيل بلوك اللي يحيى بيعمله. ممتاز. كنت تبعته فلويد إذا ما بتكون تبعته بيوبسي، ويعني هلأ هو مو بالضرورة نلاقي الخلايا السرطانية فيها، بس يعني إذا لقيناها بنقدر نعمل لها المستويس. هاي أطباء مركز موجودين، فهي سمعوا الخبر. الدكتور كمان طبعا دكتور محمود. إيه تمام معلم. يعني طارق في مجال يبعثوا له بس مثل السائل بالتيوب وهو بيعطوا له حلول تمام، يبعثوا السائل وهنيك هن بيساووا كل شيء يعني السيل بلوك. بس طبعا يعني ما يعدوا علي يعني للسائل، هلا انا ما بعرف قديش يعني بسال عندي باللاب قديش بيقدر يطول الفلويد لحتى نقدر نطلع منه ماتيريال، بس يعني sooner better يعني. تمام دكتور محمود، اذا بتحب بعدين يعني تعمل لنا ابديت للحاله والمستقبلات. طيب ماشي. بتحب تقدم حالتك تبع اللنج كانسر اللي فيها صور؟ والله يا ريت، لان هذا المريض جديد يعني مثل ما نكون شايفين حكيم، هذا المريض جديد بالكليه يعني اي اول مراجعه لي، فحالته العامه ممتازه وفين هذا التشريح المرضي والصور المرفقة. يعني تحب تلخص الخيارات العلاجية، تلخص العمر والستيج أو إذا فيه يعني. هلا المريض عمره 70 سنة، مدخن سابقا من شهرين طبعا وقف التدخين، عمل FNA عبر جدار صدر لكتلة
بالرئة اليمنى. كان تشريح المرض هي small cell carcinoma of the lung. ما في موجودات أخرى الحقيقة حكيم. دكتور مالك، هي الحالة الثانية اللي كان فيها اللي موجودة الصور تبعها، إذا بتحب ممكن تعمل شير سكرين وتعلق عليها. الثاني مريضة. تمام. أوكي بس ثانية. بس حابب أحكي شغلة على السريع. الشباب أنا حسيت يعني كل شيء بيقولوا عنه FNA. يعني حتى الكور بايوبسي بيقولوا عنه FNA. لا لا دكتور، كور بايوبسي FNB عم بيسموه عنه، خاصة دكتور FNB. طيب بس يعني أنا لاحظت يعني كذا كيس إجت أنه يقولوا ينقال عنه FNA وتطلع هي فيها بايوبسي، يعني كور بايوبسي. والله حكيم كأنه متعودين هيك، يعني نقصد تمام لأنه هو الأسبيريشن مع البيوبسي. تمام، نحن لأنه الـ FNA هون يعني إذا طلعت نيجاتيف مثلاً وفي شك بشي فكتير ممكن أنه السامبلينج إيشو أو يعني البيوبسي هي الأحسن من الـ FNA بمعظم التيومرز. فوقت ينقال FNA فنحن بجوز دغري نفكر أنه ليش ما نعمل بيوبسي يعني. والله حكي عم نقصد فيها دائما سبحان الله الفن ايه هي البيبسي والاسبيريشن يعني. يعني كمان عم نعمل مع اسبيريشن، يعني عم نعمل بيبسي وعم نعمل اسبيريشن مع بعض. هيك الفكرة يعني، ما بعرف الجراحين شو عم يعملوا يعني، احنا هيك هلأ بنفهم يعني. هلا لان يعني هلا الاف ان اي انت الراديولوجيست بيعمل اف ان اي بيطلع منه اسبيريشن انه بيمسحهم على السلايد، بس كمان بنفس الوقت بينقام ماتيريال بنحطه بسيل بلوك. هلا هدول الماتيريال ما له كور بايوبسي، يعني حتى الاف ان بي انا بدي اعرف انه شو هي الاف ان بي، يعني هي اللي هي بتكون مع الاف ان اي، هي بتكون النيدل كثير صغيره يعني. اطباق الاشعه هون دكتور مالك هلا يعني بيعرف اكثر بالقياسات، بس إذا اللي هي اللي بتتاخد الشقف والنتف اللي كتير بتكون صغيرة من الـ FNA هدول أحياناً يعني ما بيكونوا كتير enough للdiagnosis، ما بيكونوا enough للimmunostains. أحياناً يحيى وقت عم يعمل immunostains عم يروح التيشو، بعد تاني تالت stain عم يروح التيشو. فما بعرف الدكتور مالك هلأ بيحكي لكم عن أنواع الneedles والـ FNA والكوربي. I mean, we do FNA أحيانا يعني for a tumor like this. I mean, we could do a core. As you can see in the imaging, there isn't much intervening lung tissue between the mass. There's no intervening lung tissue between the mass and the chest wall. So you could probably get a decent sized needle in there without much trouble. I can't speak to what they need from the pathology standpoint. I don't know what requirements they have to run their tests. So I can't speak to that, unfortunately. Should I go over the imaging findings? Yeah, that. Okay. So first, we'll look at the lung window. So not much of a mystery here. Clearly a large size mass limited to the right middle lobe. You can see the fissure here that restricts it to the right middle lobe. It is quite spiculated. And I guess the big issue for you guys for staging purposes, it does appear to be greater than 6 centimeters in size, although I don't obviously have a ruler here to measure it. Additionally, on the soft tissue window, there are what appear to be, I would say, 2 precrinal lymph nodes that look irregular to me, suspicious. Right here, if I can get the right image. Yeah, right here. These 2 lymph nodes right here look like they're separate.
Additionally, it does appear that there is also a subcarinal lymph node right there that's a little bit enlarged, a little bit prominent. I don't see any contralateral lymphadenopathy in the left hilum and no definite lymphadenopathy on the right. The mass does abut the right, does appear, actually no, not much abutment of the right main stem bronchus. So no definite, you know, main stem bronchial involvement. And I didn't see any other evidence of metastases besides those. حاب أسأل سؤال سريع للشباب بسوريا. في عندكم مشكلة باللغة الإنجليزية فهم المصطلحات والشغلات ولا ماشي حال الأمور تمام؟ والله يا حكيم مشكلة كبيرة باللغة الإنجليزية. أسف الله. مثلا دكتور مالك الآن شرح دكتور مالك شرح الآن على التصوير، يعني في شيء ما فهمتوا عليه بالتصوير بالحكي؟ والله حكيم هلا إذا كان يعني الشباب بده يستخدم اللغة الإنجليزية يعني إذا في إمكانية سلولي وقدر الإمكان تكون يعني في كلم يعني ممزوجة بكلمات عربية وخصوصا سياق الكلام فيني اكتبها بالإنجليزي ما في مشكلة إذا بيساعد فيني اكتبها بالإنجليزي وإذا لازم فيني يكتبوه بالجوجل ترانسليت ترجم من شانون هو كأني طب بس أنا حابب أسأل باقي الشباب دكتور أيهم دكتور جميل ملهم دكتور حسين في مشكلة بالفهم ولا أمور تمام؟ وعلى فكره هاي بالنسبه لكم خبره حتى خبره منيحه عشان سمعتوا محاضرات كامله بالانجليزي او حدا ما بيحكي عربي بس محاضره كامله بالناس غير عرب يعني هذا بدربكم انكم تفهموا عليهم اكثر انا ما فاهم تمام حكيم بس تمام حكيم بس احنا يعني مشان يعني خطوه خطوه ستيب باي ستيب ما يقولوا هو دكتور مالك انت اذا بدك مثلا شوي سلولي قليلا لا قصدي يعني هلا terms I think it's, it should be in English كل terms بس بين الحكي هيك يعني العربي يعني كمان جوز أسهل عليهم والله أعلم. Okay, I can try that inshallah. I will and I'll also try to brush up on my medical terms as well inshallah. تمام. أشتغل عليهم inshallah. So يعني هاي فرصة فرصة لحكيم يعني مشان كمان تتذكروا اللغة العربية. ما شاء الله اللغة العربية كثير يعني قوية وبالتالي مستفيد من الكلمات العربية بتدلنا على كثير أمور أحيانا ممكن التواصل باللغة الإنجليزية يكون صعب علينا شوي حتى يعني بيننا وبينكم يعني الله يبارك فيك شكرا كان في شيء أي تصوير للبطن والحوض وفي أي MRI للدماغ بس في سي تي للبطن بس ما شفت ام ار اي على الواتساب وبس الحمد لله ما شفت متاستاسيس بالبطن ما في لمفانابتي ولا عفوا بس بس ام ار اي ده شو بتكون مثلا بهالحاله هاي لازم اي سرطان رئه وخاصه بالسمول سيل أي سرطان هو إنه لازم in part of the stage يعني جزء من ال staging إنه يتسوى له MRI للدماغ لأنه للدماغ تمام إيه للدماغ إيه ما أعرف سويتوه لهذا المريض ولا لا حتى إذا ما كان في أعراض حكيم حتى إذا ما كان في أي مرض أي سرطان رئة يعني فوق T1 أنا بالعادة لا يعني لازم guidelines لكنه لازم تسوي له تسوي له صورة مو صورة رنين للدماغ مشان تأكد ما في انتشارات للدماغ لأنه كتير راح كتير منشوفها إنه المرضى ممكن يكون حتى يعني هاد المريضة هاد طبعا هي الكتلة لهاد المريض كتير كبيرة بس أنا شايف مرة كان عندي مريض كتلته كانت حوالي يمكن 2 سنتي وعنده كان يعني كذا انتقال للدماغ بقى يعني كتير بالسرطان رئة is very tricky يعني بقى لازم تساوي صورة للدماغ لأي مريض جديد بتشخيص جديد فوق ال T1 تمام في مريض أنا عرضت حالته تقريبا مشي 4 أيام كمان small cell lung cancer كانت البرايمري تيومر صغيرة كتير وفي عنده نقيتين كبار للدماغ تمام بتصير
بتصير بقى بتصير كتير وهي شغلة كتير لازم تقول بقى هذا المريض نحن نعتبر إنه سوينا سرطان سوينا MRI للدماغ وطلع سلبي وقتها يعني أنا بالنسبة لي هاد أنت دائما small cell لازم تفكر هل هو limited stage ولا extensive stage. limited stage يعني هو يعني stage محدود يعني الفرق بيناتهم إنه هو فيك تحطه بشعاع واحد من الأشعة يعني فيك إنه تشمل كل مناطق المصابة بالسرطان بشعاع ما بعرف شو الفيلد يعني radiation field واحد هذا المريض يبدو إنه بتصور إنه ممكن يعني ماني الطبيب أشعة أنا بس هيك يعني حتى مع precarinal lymph nodes وهي ممكن إنه يكون إنك تحطه بشعاع فيلد واحد من الأشعة وقت بتعالج حقل شعاعي واحد وقت بتعطي يعني concurrent chemo radiation يعني تعطي كاربو أو cisplatin حتى حسب هو مريض عمره 70 سنة بقى إما cisplatin أو carboplatin مع الإتوبسايد وبنفس الوقت بتعطي أشعة إلى شعاعي هون السؤال اللي يطرح نفسه إنه من ناحية العملية هل فيكن يعني هذا المريض هل حيروح لأنه هون بال limited stage يفضل إنه يكون concurrent مثل ما حكى الدكتور أحمد إنه يكونوا سوا يعني الواحد بده يبلش يبلش علاج شعاعي يا مع السايكل الأول علاج كيماوي أو حتى تاني يعني وفي دراسات وجدت إنه يفضل إنه علاج الشعاعي يكون بنفس الوقت تبع الكيماوي فبعرف أنا يمكن العلاج الشعاعي مو متوافر عندكم صح؟ صح مو متوافر حكيم الله فيمكن هذا المريض أفضل ينبعت ما بعرف إذا كمان باسل إذا فيك تعلق يعني ممكن ينبعت أفضل على تركيا طبعا أفضل بس دكتور محمود الطريق عندكم تركيا لما في ما هي والله حكيم يعني التحويل صعب جدا جدا يعني غالبا المريض عم يمكن ممكن تحوله من عند باب الهواء اسهل معنا من باب الهواء اسهل ابعت لكم اياه لا حكيم هيك مريض بتحول على عيادات خارجيه لباب الهواء لمشفى باب الهواء بتحولوه من هناك من هونيك بيتحولوا أنا مرضى عفرين هيك عبساوي لأنه كل مرضى بيدرع الفرات وغصن الزيتون ما بيتحولوا على تركيا إلا عن طريق باب الهواء بيحولوا تمام حكيم في كثير ناس معناته الآن حولوا يعني بالجملة يعني أنا اليوم شايف 25 مريض يعني 10 بدون تحويل تمام حكيم أنا راح أعطيك أرقام التواصل مع عيادات باب الهواء مشان يتنسق معه. إيه بس يفضل إنه أكيد يعني المرضى مثل ما بتعرفوا السمول سيل واحد ما في يستنى أسابيع يعني إذا بده يأخذ الوقت أسابيع لحتى المريض يبلش لازم يبلش علاج كيماوي يعني بأسرع وقت ممكن. هذا السمول سيل نعمل له ستينز. كنت عم بقرا التقرير على الواتساب دكتور طارق هن كانه ما عملوا ستينز كانه بس شافوا يعني انه الاوفال سيلز هيك التعليق كان بدي اسالك انا هل هذا الشيء كافي ولا شو اسمه هلا نحن هلا السمول سيل في له عن جد كاركترستيك مورفولوجيك فيتشرز بس نحن دائما وي تراي تو دو ستينز وطبعا اذا طلعوا بوزيتيف سينابتو الكروم والتي تي اف 1 نايس فيري نايس إذا طلعوا حتى لو طلعوا نيجاتيف السينابتو والكرومو يعني أحياناً بس التي تي اف 1 لحاله بكفينا نقول إنه هذا سمول سيل أو مثلاً سينابتوفايسن إز المورفولوجي كاركترستيك بس يعني وي أولويز أولويز تراي تو دو إميونوستين هلا أنا ما بعرف شفت كأنه الماس كتير كبيرة وما في ميتاستاسيس ما مزبوط كأنه هي هاو أوفن يعني سمول سيل يعني would present like this picture
مزبوط معك حاوي، هي الماس كتير كبيرة والباثولوجي البراس كاتبين انه هي 0.2 × 0.1 سنتيمتر، يعني العينة كتير كتير صغيرة. تمام، يعني هي عن جد بيجوز تكون FNA، يعني مثل ما قال الدكتور محمود يعني، وكتير يعني الماتيريال بتكون صغيرة، حتى اذا هلا بده يجرب يعمل عليها امينوستين ما حيقدر. فأنا ما بعرف يعني، هلا انتوا اذا سريريا بتتوافق مع سمول سيل خلص تكلوا على الله، بس اذا سريريا ما بتتوافق مع سمول سيل انا اي ريلي سجست يعني انه ات ليست تراي نعمل عليها تراي الامينوستينز. اذا ما اذا الامينوستينز ما اشتغلوا منيح او جزء منهم كومباتبل مع سمول سيل مع المورفولوجي انه تكون كثير منيحه، فهذا شيء كثير منيح. بس يعني ما بعرف دكتور مالك، دكتور مالك شو رأيك؟ هل في شيء على أشعة يشكك إنه you would think that it's a different thing, different pathology؟ والله صعب أعرف بس على imaging alone، بس you know it is a central mass يعني جنب الهايلم، so عادة هذول ال squamous cell carcinomas وال small cell carcinomas. Yeah، ومدخن المريض كمان، so kind of. Yeah, so that طارق انه اذا كلينيكلي ممكن واحد يفكر انه هي سمول سيل ممكن نمشي معها، بس صراحه نحن يعني as oncologist معتمد بشكل كبير كثير على الباثولوجي، يعني ما في اي شيء كلينيكلي سريريا يدل هذا والله سمول سيل ولا نون سمول سيل. بجوز والله سمول سيل يعني انتشاره وسرعه التطور تبعها اكبر من نون سمول سيل، بس ما في شيء ثاني ابدا، اعتماد كامل على الباثولوجي. يعني نحن قلت لك انا عندي هيك تجيني على اللاب يعني بتطلع احيانا على الكيس بقول لحالي هي بدها تطلع سمول سيل اي ويل دو امينوستينز، بيجوا الامينوستينز احيانا كاركترستيك او نايس بعمل لها ساين اوت انا مطمن، يعني بيجوا الامينوستينز احيانا سمول سيل يعني كل الستينز ممكن يطلعوا نيجاتيف، هون بقول بولي ديفرنشيت كارسينوما واي سجست انه على المورفولوجي انا شفتها سمول سيل واي ليف ات اب تو يو، عرفت شلون؟ فانتوا يعني اذا الباثولوجيست عم يقول لكم هون انه حاسس سمول سيل اللي شاف الكيس، العين صغيره ما نعمل عليها ستينز، يعني يو هاف ريلي تو هاف ريلي هاي كلينيكال سسبشن انه اوف سمول سيل او انه تقول هي كومباتبل مع سمول سيل تو بروسيد، يعني ذس ماي تيك اون. تمام. إذا هالحالة على الأغلب يمكن تحاول مشان الراديشن، إذا مثل ما قال الدكتور بسام إذا الراديشن هياخذ وقت طويل لازم الحالة تتعالج، يعني تبدأ بالعلاج يعني سايكل أو اثنين عبل ما المريض يتحول أو يقدر يبلش علاجه. طبعا هذا إذا ما في نقائل، إذا في نقائل بالدماغ، وكمان شغلة تانية بالستيجينج يمكن كمان لازم نعمل بون سكان، بالعادة بنعمل يعني كات سكان بون سكان وام ار اي برين باللنج كانسر عموما بالسمول سيل والسمول والنون سمول سيل، فيمكن كمان المريض بده بون سكان اذا هذا الشيء متاح. طبعا اذا عمل بيت سكان فالبيت سكان يغني عن الكات سكان والبون سكان، بس هون يعني في كات سكان فممكن تعمل بون سكان لتتاكد انه ما في نقائل. إذا في نقائل فالمريض ما بده تحويل، يعني بتعالجه عندك بالكيموثيرابي، ممكن مثل ما قال الدكتور أحمد كاربوبلاتين وتوبوسايد بيكون علاج خيار جيد. الشغلة الثانية بس بشكل عام بالسمول سيل لنج كانسر لو ما كان في نقائل بالدماغ بنعرض عليهم نعمل بروفيلاكتيك برين راديشن البي سي اي، معناتها لأنه السمول سيل لنج كانسر كتير أحيانا تنتقل للدماغ، وبالتالي حتى لو المريض ما عنده نقائل بعد الانتهاء من العلاج الشعاعي والكيموثيرابي بنحاول يعملوا بروفيلاكتيك برين راديشن. ممكن اعقب على هالموضوع اكثر وقت ما نحكي عن لنج كانسر، بس يعني هذا كمان من الاشياء الاساسيه بعلاج ليميتد ستيج سمول سيل لنج كانسر. تمام. والشيء الثاني بتصور لازم تحطه ببالك وقت تبلش الكيماوي بسبب حجم الكتلة هاي،
غالبا هذا مريض على خطر انه يصير معه تيومر لايسس سيندروم، لازم الحلال الورمي. فهيك هيك مريض بتصور يعني الجرعه الاولى لازم تعطي فيها سوائل كتير، وغالبا هيك مريض يعني ببلش له الوبيورينول كشيء وقائي يعني. تمام. هلا باعتبارنا بسيره الكارسينوما لانج، في عندي هي الحاله مريض ثاني يعني هلا بعتها، كمان حجم الورم هو شاغل الفصين على اليمري اليمنى، اعطينا لارج سيل كارسينوما، فممكن تعليق لو تكرمتوا اذا في مجال لعرضه. دكتور محمود، شو الستيج تبع الحاله؟ هلا الشيء الموجود فقط يعني التناقل المحوري سليم، فقط انه وجود كتله في اعصاب الفصين الويان في الرئه اليمنى، تشكل كتلي كبير الحجم يشمل قمه منتصف قمه الرئه اليمنى، في عنا عقد لمفاويه منصفيه. قديش حجم الكتله؟ 18 ب 14 سنتيمتر. هلا في عقدي على مستوى الكدار الايمن من رتبه 18 ملم. يعني للاسف ال لارج سيل undifferentiated كارسينوما، يعني هذا الشيء ما بعرف انا كانكولوجيست ما بيساعدني بشيء. يعني هل أصلاً large cell إنه neuroendocrine features يعني مثلاً، بس ما في stains معمولة فشوي صعب. هاي عند دكتور يحيى مش في الرأي، كأنه يعني التشخيص معمول مباشرة بس على الميكروسكوبي، بس ما في stains، فاحتمال إذا بيقدر يعمل ستينز وبعدين ممكن نناقش الحالة لنعرف بالضبط إنه شو تشخيص كبداية. دكتور طارق شو رأيك؟ إمتى نعمل الساين أوت للريبورت؟ بشهر خامس. يعني ما كان عندنا وقت من ستينز، فأنا برأيي مثل ما قال دكتور بلال يعني خليه يعمل ستينز، لأنه في large cell neuroendocrine وفي large cell undifferentiated، يعني هذا ما له علاقة بالneuroendocrine. فهلا مشكلة هي المشكلة السينابتور كرومو عم يقول إنه ما عم يشتغلوا كتير منيح يعني. ف يعني حتى هلا إذا بدي يجرب أنا ما بعرف إذا حلوا للمشكلة ولا لا. إذا انحلت المشكلة ممكن يساعدوا، إذا ما انحلت المشكلة ما بعرف. هلا اللارج نيورو اندوكرين في له شويه كاركترستيك فيتشرز، هيك بيكون في لارج ارياس اوف نيكروسس و السيلز بيكون فيهم كثير هيك بروميننت نيكليولاي، يعني ممكن شوي يحاول يقرب على واحد اكثر من الثاني. هو شو قال بالضبط عليه؟ انا لانه ماني شايف. هو كاتب انه نو كلير ادينوكارسينوما سكويموس اور نيورو اندوكرين مورفولوجي. اوكي. Moderate okay. abundant cytoplasm, well-defined cell borders. فالديagnosis النهائي إنه large cell undifferentiated carcinoma. So he called it large cell undifferentiated. So he's not calling it large neuroendocrine. بس الأصل إنه هل هذا التشخيص يعني هل بتساعدنا الimmune stains أكتر؟ هلا الimmune stains باللarge neuroendocrine ممكن تساعد. بس في له features كمان شوي large neuroendocrine. فإذا ما عم يشوفها أبداً فيعني بجوز الستينز ما تساعد يعني كتير. يعني الستينز أنت إذا طلع السينابتوفايسن بوزيتيف أوكي نايس بيوتيفول، بس حتى اللارج نيورو أندوكرين مو كل الأوقات بيطلعوا بوزيتيف يعني. فيعني نرجع كمان كتير أحياناً على المورفولوجي، إنه شو شفنا بالمورفولوجي. يا والسينابتو والكرومو هلأ ما كتير شغالين يعني. قلت نعمل هاد بالشهر الخامس، طب شو صار بين الخامس وهلا؟ شو صار بالمريض؟ هل انعطى علاجات؟ هل ما شو القصه السريريه؟
والله حكيم، هلأ المريض جاني من شهر تقريبا فيما أذكر، يعني انتظر التحويل وحط اسمه على الدور كأنه ما وصلنا للنتيجة. بس هل تلقى كيماوي؟ لأنه يعني في فينا نشخص، فينا نشخص على لو ما تلقى كيماوي فهي يعني تقريبا أكيد ما له large cell neuroendocrine، يعني كان مات المريض هلأ حاليا. والله حكيم أعطيته سرجرتين تمام، أعطيته كاربو مع تاكسول. أخذ كاربو تاكسول أما أنت بلشت كاربو تاكسول؟ أنا بلشت كاربو تاكسول يعني سرجرتين. تمام يعني لقيت أنه لابد من التصرف يعني. برأيي حل مناسب أو خيار كيمو مناسب. ممكن كمان ترجع تعرض الحالة مرة تانية بعد ما تعمل ريستاجين كات سكان، بس تعيد الطبقي عادة 3 شهور، بس تعيد الطبقي وقتها بنشوف كيف الكتلة، وإذا كمان العقدة اللي بالكفر هل تحسنت أو لا. إذا تحسنت معناتها ممكن تكون نقيلة، إذا ما تحسنت ممكن، إذا العقدة اللي بالكفر ما تحسنت فممكن ما تكون نقيلة، فوقتها ممكن نحتاج نعمل بيابسي مشان نتأكد هل هي نقيلة أو لا، لأنه ممكن يكون في كيور، ممكن يعمل جراحة. بتصور كمان ما في غلط أنه تحكي تجرب مع يحيى، تقول له تجرب يرجع يشوف هذا الكيس اللي عن أمينو ستينز، يشوف if he considers doing again أمينو ستينز. تمام. هلا كان في عندي حالة تاني كمان دكتور محمود، ما خلينا ممكن أي حد تاني يشارك. في دكتور جميل عنده حالة مع صور، يعني بما أنه دكتور مالك موجود معنا بنستفيد منه. دكتور جميل بتحب تشارك حالتك؟ دكتور جميل ما أنا موجود، يمكن عفوا لازم عندكم صور إنشان ولا؟ في كيس في صورة بس هو دكتور جميل اللي هيقدمها. ملهم تشوف دكتور جميل إذا بيقدر ينضم إلنا. طيب، وبما أننا نحن بانتظار دكتور جميل، ما أدري إذا دكتور محمود بتحب تحكي الحالة تبعك أو أي زميل آخر. أو دكتور جميل موجود. إذا بتكون كمان أثنين دكتور ميساء بعثت حالة كمان، كان شفت بعثت صور وقصة، إذا حابة تفضل كمان. طيب إذا دكتور ميساء أو دكتور جميل. ألو. طيب اتفضل دكتور ميساء. السلام عليكم. هلا أنا الحالة إجتني هي التيومر في المعدة بورلي عند ديفرينتياتيت أدينوكارسينوما ويز بورلي with the signet ring seal. بس المشكلة إنه المريض أنا طلبت منه، هو كان عامل طبقة محورية قبل ما تطلع، ما يعمل ما تطلع نتيجة الخزعة يعني التنظير، وطلعت كان طبقة طبيعي، بس في فاصل 3 شهور بين الطبقة والتنظير نتيجة الخزعة. بعد ما طلعت نتيجة التنظير رايح على طبيب جراحة، طبيب الجراحة رأسا محوله على العملي، طلبت إعادة الطبقة، للأسف المريض ما رجع إعادة الطبقة، يعني قال ما عنده قدرة مشان التكلفة. وبعثت ورقة لطبيب الجراحة كمان مشان إنه يعني إنه يطلب من المريض الطبقة مشان ما إنه قبل إجراء العمل الجراحي، للأسف طبيب الجراحة ما كان متعاون والمريض تحول على الجراحة. هلأ السؤال يعني بهالحالة إذا كان في نقائل إيشو الخطة هون نتبعها، وإذا ما كان في نقائل إيشو الخطة نتبعها؟
هلا انا بس حاحكي بس على السريع من الباثولوجي بوينت اوف فيو. هلا السيجنتري كارسينوما بالستمك يعني على الكات سكان انه ممكن يعمل تسمك بجدار المعده, فما مو بالضروره يعمل ماس. ف هي شغله ثانيه انه نحن بنشوفها بالعاده انه وقت بدهم يعملوا سيرجري للسيجنترينج بيفوت الجراح مثلا بده يشيل المعده بيشوف لحاله عقد بالبرتوان فبيقيم الخزعه وبيبعث لنا اياها بنقول له انه كانسر, بيسكر المريض وما بيعمل له جراحه. بس هذا from pathology. تفضل. يمكن دكتورة ميساء لازم ننتظر لبعد إذا المريض عمل عمل جراحي ولا لح يعمله. تمام. هلا هو موعد عمل الجراحي كان الأسبوع الماضي وأنا لسه ما تواصلت مع المريض بعده يعني. تمام. يعني بيعتمد العلاج الخطة العلاجية على الموجودات بالعمل الجراحي رقم واحد, ورقم اثنين إذا في شيء بين بال يعني إذا قدر يعمل. السؤال. يعني هلا السؤال هون يعني مثلا انه هو ما كان لازم انه ينعمل الطبق المحوري قبل ما العمل الجراحي ينعاد, مع انه في فاصل 3 اشهر بين التنظير والطبق الاول. يعني هو الافضل اكيد, بس يمكن يعني 3 شهور وقت يمكن مقبول نسبيا, بس يعني يمكن الافضل يمكن اذا كان ينعاد. بس عفوا كل الجراحي كل الجراحين اللي عندنا عفوا تفضل عفوا الجراحين اللي عندنا بيعملوا تجريف على مستوى العقد للدي 3, يعني بيعملوا انترا اوبريتيف ستيجنج, خاصة لما بنكون ما في عندنا امكانيات انه يشوفوا يعملوا طبقي او شيء, فخلاص يعني بيفتحوا بيعملوا انترا اوبريشن ستيجنج. تمام. يعني هلا ننتظر المريض لحتى بعد الجراحة ايش بده يصير معه. تقرير الباثولوجي مشان نشوف شو الستيج بالضبط وقتها, يعني منعالج حسب الستيج. دكتور انا عندي تعليق سريع بس نصيحة تقديم حالي, يا ريت يعني سريعا كمان عمر المريض وجنسه واذا في امراض سابقه يعني مثلا يعني معروفه فرضا مريض. تمام. الاول مريض المريض عمره 60 سنه, مريض مدخن, عنده مرض امراض مزمنه ضغط وسكر, وهو كان يراجع العيادة يعني دائما بده حبة فلاجيل مشان مشاكل معدية يعني, وكنا دائما نختلف مشان صرف الفلاجيل له يعني. بالأخير كان شخص الورم بفقر دم, كان عنده فقر دم تحليل الخضاب والتسعة, صار تحري دم خفيف في البراز طلع إيجابي, طلبنا له التنظير وكانت النتيجة. وقلتي نعمل طبقي محوري اول شيء, وعفوا تمام أنا... عمل طبقي كان سلب, ما فيه ما فيه نقاء يعني ما فيه مشاكل. تمام. وبعدين بعد 3 اشهر قلتي نعمل له جراحه صح؟ نعمل التنظير اول شيء واخذت خزعه, نتيجه التنظير طلعت الجراحه تقررت بعد نتيجه الخزعه بعد التنظير. وهلا تمام. هلا نحن بال بس في شغلة يعني الشغلات مهمة الواحد يتذكرها على الستامك كانسر, يعني مثل ما حكوا الزملاء كمان تنظير البطن من أهم الشغلات قبل ما الواحد يروح على يعني هو يعتبر من الستيجينج. الستيجينج عادة بالستامك كانسر إنه بده الواحد يعمل تنظير, يفضل إنه تنظير هون بأمريكا, وحتى في شخصين ثلاثة بالشام بيعملوا تنظير مع ألتراساوند. أصدق لابروسكوبيك ولا شو اسمه؟ لا دكتور هون المريض تنظير هضم علوي. لا إيه تمام. هلا قصدي في عدة شغلات الواحد بده يعملها, بتعمل تنظير هضم علوي زائد بيعملوا تماما تنظير هضمي مع ألتراساوند وهو US. تماما endoscopic ultrasound زائد الشغلة المهمة الثانية, إذا endoscopic ultrasound بيعطيك endoscopic ultrasound بيعطيك ال T staging وال N staging, T وال N for tumors وال nodes. بعدين كمان بيعمل واحد ال PET scan. ال PET scan هلا في شغلة الأولى, ال PET scan كتير مهم بال stomach cancer, بكمان التشخيص, لأن في 20% تقريبا من في مرضى تعملوا لهم كات سكان
بس في 20% المرضى ما في شيء موجود على الكات سكان، بتلاقي اذا عملت بيت سكان بيطلع لك نقائل بعيده ما انشافت. ولكن في شغله بالسيجنت سيل، انه السيجنت سيل على البيت سكان ما كتير ما كتير تطلع، بسموها ما لك كتير افيد مرات. فالبيت سكان يعني بهالمريضه البيت سكان يمكن ما كتير هالاهميه. زائد غير البيت سكان بالشغلات تبع التنظير هو اللابروسكوبي اللي هو تنظير البطن، هو تنظير بطن جراحي، يعني بيفوت الجراح على البطن بيطلع بعينه بالكاميرا اذا في نقائل بالبريتوان، وزائد مايكروسكوبيكلي عن طريق المجهر بيحطوا فلويدز وبيطلعوا الفلويدز بتنفحص تحت المجهر. كل هالشيء بينعمل بعدين بقى، اذا كل هالشيء سلبي واكيد يعني هذا المريض ما عنده metastatic disease, distant metastatic disease، فوقتها النقائل بعيدة، فوقتها بينبعت على وقتها بينحكى بالجراحة. لأن إحنا حالياً هم مثل ما سمعتوا بسرطان الثدي كيف عم نعمل أكثر وأكثر neoadjuvant therapy، نفس الشيء بسرطان المعدة. هون تقريباً معظم المرضى أكثر من 90% بسرطان المعدة بينعمل لهم نيو أجيفنت ثيرابي تماما. فبس مريض مثل هيك اوريدي فاتت على الجراحة، وهي فمثل ما حكى دكتور بلال يعني شو المريض حيحتاج، شو هي كلياته حسب شو لقوا بالجراحة. يعني هلا للأسف السيجنت سيل يعني هي الانذار تبعها أسوأ، و يعني للأسف كتير يعني معظم المرضى للأسف بيرجع المرض بصير عندهم نكس. كمان مشان تحديد يمكن D1 D2 D3 كمان مشان العملية يمكن إذا احتاجت. تماما حسب إذا D1 أما D2 عملت. هلا هون حتى بأمريكا معظم المراكز بتساوي D1 dissection، يعني ما بيروح على D2. فلذلك معظم المرضى هون إذا راحوا دغري على الجراحة فحيحتاجوا بعدين بالإضافة للكيماوي حيحتاجوا شواعي. إذا عمل D2 فبال D2 فوقتها بس كيماوي، ما ضروري شواعي ينعمل. D2 بنعمل أكثر باليابان وبالصين لأنه عندهم يعني عندهم خبرة ومهارة أكثر حتى من أمريكا بسرطان المعدة والجراحين بحد ذاتهم. تمام يعطيك العافيه. معناته انا سالت الدكتور يحيى مشان سينابتو الكرومول ساتن مو جاهزين عنه مشان الكيس تبع السمول سيل، بس يعني بس اذا بدكم يعني ممكن ينعمل P63 فور اكزامبل مشان تو اكسكلود بيزل لويد سكويموس سيل كارسينوما. يعني هذا الاونلي سيناريو ام ثينكينج اباوت الاميونوستينز هاو ات وود بي هيلفول مع التي تي اف 1 طبعا. دكتور جميل تقدم حالتك اللي فيها أشعة اللي فيها صور شعاعية. كان جميل مو معنا على الخط. كأنه عم بيطلع ويدخل، كان قبل شوي كان عم بيعلق يمكن هلا طلع. طب خلاص أي حد تاني بيحب يقدم حالات؟ تمام هقدم حالتي أنا. تمام في عندي عدة حالات نناقش سوا إن شاء الله. مو صوتي مسموع؟ تمام تفضل. تمام الحالة الأولى هي يوروثيليال كارسينوما، المريض عبد الله عبد القادر 73 سنة، جاني محول من عيادة الجراحة البولية، كان في عنده ألم خاصرة يسرى من 3 شهور، في عنده بيلة دموية،
فالجراح عمله ألترا ساوند وشاف عنده ليفت كدني ماس، عمل ريسكشن طبعا بدون سي تي وهي، بعد على التشريح المرضي الباثولوجي ريبورت كان انفيزيف يوروثيليال كارسينوما اوف ذا رينال بلفيس هاي جريد، كان قياسه 4 سنتي. ذا مالجنينت ستراكشر انفيد ذا كيدني، ذا يوريتر اند سيرجيكال بوردرز ار فري. لما اجاني المريض، طبعا المريض ما في عنده لا سوابق دوائيه ولا سوابق مرضيه لا هايبرتنشن ولا ديابيتس ميليتس، ما عمل عمليات قبل من قبل، نوت سموكر، الايكو بيرفورمانس كان حوالي 3. بالفحص المريض كان ما في شحوب، ما في رقان، ما في زرقاء. بإصلاء الصدر كان في عنده خراخر خشنه وفي عنده وزيز متقطع. بالنسبه للتحاليل مخبريا كان طبيعي، كله ضمن الطبيعي، الار اف تي نورمال، ال اف تي نورمال. طلبت له توموغرافي سي تي سكان، هاي طلعت النتيجه. ممكن احكيها بالعربي؟ لا بابا. منطق وجود كمية الحقن كانت قليلة أول شغلة، هاي شغلة تقنية بالسي تي. العديد من الكثافات والكتل والعقيدات عالية الكثافة منتشرة وتملأ معظم الساحتين الرئويتين بأقطار مترافقة مختلفة تترافق، يعني تتراوح عفوا بين 5 ملي و 3.5 سنتي. مظهرها يوحي نحو الميتاستاسيس. الكبد والطحال ضمن الطبيعي، البنكرياس طبيعي، الكلية اليمنى طبيعية ومعاوضة عن الاستئصال، اليسرى مستأصلة. طبعا في عنده تسمك في جدار المعدة، المعدة فارغة. طبعا الثاني الإكمالة ضمن الطبيعي، في عنده سمك بجدار المعدة، وعلامات وجود نقاء الورمية اللي ذكرناها هي رئتين. هل هذا المريض صراحة قريت ما أنا ماني كنت مع اليوروثيريك كارسينوما، فلقيت أنسب علاج بالنسبة لحالته هو السونيتينيب. طبعا المريض رافض التحويل على تركيا، كتبت له السونيتينيب وعم بيدوروا ممكن يجيبوه، مشكلة هو أنه غالي. ما رأيكم بالعلاج وبالحالة؟ يوروثيليال أما رينال سيل؟ يوروثيليال من يعني من ال عفوا أنا بس من المثانة؟ لا هو upper urothelial. upper urothelial. upper urothelial يعني هي urothelial بالنهاية، تعالج مثل urothelial تبع المثانة. ليش سمعت؟ ما بعرف، انا رايكم بس بدي اخذ رايكم فيها صراحه. قلت له يتروش شوي لانه كنت يعني شوي انه حاسس ار سي سي ما هي شو اسمه، خاصه تمام. انه عطيت متاسسز لللنج. تمام. قد ايه عمره هو؟ 73 سنه. 73. طيب هلا كانه منشا الكتله هو بالرينال بلفس، تمام مزبوط؟ ايه مثل ما مكتوب بال تمام. رينال بلفيك. تمام. هلا في باليوروثيليال هي اصلا يعني هي بلادر كانسر، هي يعني ورم مثانه، بس بهالحاله هي ابر يوروثيليال، يعني بالاورام اليوروثيليال اللي بتنشا من الحويضه بالضبط، من البلفس، من الكدني بلفس او من اليوريتر، هدول كلهم من الحالبين، هدول كلهم بضل يعني بنعالجهم كانهم يوروثيليال او كانهم بلادر. هلا كان ممكن دكتور طارق يعلق انه بالباثولوجي اكيد في فروق يعني واضحه بين الار سي سي وبين اليوريثيليال، يعني يمكن لا تدعو للشك انه هيك او هيك، بس هون كانه يعني بتقديم الحاله يعني منعالجه كانه يوريثيليال، وبالتالي السونيتنب هو اذا كان ار سي سي، اذا كان يوريثيليال فعاده يعني هون بامريكا بنفضل نعطي خط اول اميونوثيرابي إن كان كيتشودا أو إلى آخره، وإذا هذا الشيء متوفر فمنعالج بعلاج كيماوي، ممكن يكون كاربو جيم أو كاربو تاكسول، يعني ممكن هدول
بالنسبة للريتيال يعني كتير كاركترستيك كمان المورفولوجي كتير، إذا كانت كتير وصفية ما في داعي نعمل ASTing يعني هيك عاملة بابيلاري شي بيساعد كمان بالريبورت إذا مثلاً قايلين في كارسينوما إنسايتو باليوريثيليوم كمان هي بتساعد، بس وقت شوفها أنا إنه كتير كاركترستيك وعاملة بابيلاري وهيك ما بعمل لها ستينز. تمام. فممكن نحن هلا بالنسبه للايكوك بيرفورمانس انه ثلاثه تقريبا المريض، فممكن هلا يعني هو اذا بيرفورمانس تارس ثلاثه يعني عارف ان احنا ما يعني يمكن يعني ناقش معه، بس يمكن ما تحتاج تعطيه شيء، لانه هلا اذا في اميونوثيرابي هذا اللي حيكون الحل الامثل، لان اميونوثيرابي ما يتحمله بسهوله وله يعني اوتكم كثير منيحه، بس اذا الاميونوثيرابي ما متوفر اذا ما بده الاميونوثيرابي ما متوفر بدك تناقش معه هل يعني هل محتاج ياخذ كيمو، انه الكيمو ويعني اذا كان كاربوجيم فلنقل وهو بيرفورمانس ستاتس 3 فيمكن الكيمو يعني يسرع بوفاته يعني ما حيكون حل مناسب، يمكن ما تعطي شيء بعد بيرفورمانس ستاتس ما كثير منيح. تمام شو رايك ملهم؟ والله رح ناقش انا الحاله مع الكوبيشن ونشوف ان شاء الله. صراحه هو ثلاثه طبعا اذا الايكوك بيرفورمانس ثلاثه فيمكن الافضل ما تعطي كيمو، لانه الكيمو يعني حيكون أسوأ على حياته يمكن من الكانسر نفسه. طيب ممكن نعطيه مثلا سنجل ايجنت مثل الجيمسيتابين؟ ممكن هذا خيار يعني وسط اذا مصر المريض يتعالج بس لانه بالنهايه يعني نحن هون يعني بنفكر بالجوز اوف كير، يعني شو الهدف النهائي تبعه. الجيم سايتمي اذا انعطى لحاله يعني انا ارقام لازم اطلع عليها لاشوف بالضبط قديش العيوشيه بتتحسن، بس حضيف يمكن شهر شهرين ثلاثه، فهل محرز تعطيه جيم سايتمين مشان ثلاث شهور ولا خلص يعني ممكن ما تعطيه شيء، وانه يعني بين قوسين يعيش حياته بطريقه افضل مما انه ياخذ كيمو. فهذا النقاش يعني بده نقاش، بس يمكن هذا افضل شيء بالعلاج. اذا باقي الزملاء عندهم تعليق. هو تعليق الدكتور بلال ذكرني ببعض الاسئله احيانا بالامتحانات او بالبورد، انه بيعطيك قصه طويله بعدين بيعطيك خيارات كيموثيرابي، بحط لك اخر خيار انه palliative care او hospice care، يعني من قصه انت تبين لك انه المريض يا اما ما استجاب على عده علاجات ولا ما عاد في علاجات اخرى، او مريض عنده performance status سيء، او مريض ما عاد يتحمل كيموثيرابي. فدائما يعني خلي بالكم كل امتحان اونكولوجي الا ما يطلع سؤال سؤالين انه الخيار تبعهم انه خلص انه comfort care او palliative care او hospice care، انه المريض خلص يعني quality of life care افضل من العلاج الكيماوي والاشياء الثانيه. جاني مريض انا بزماني مثل هالقصه، اعطيته كاربو وجمزار لقيت فيه تحسن شوي بس رجع مثل ما قال الدكتور نكس يعني. والشيء بالشيء يذكر كمان، بس هلا هل حاله هي متاستاتيك؟ بس لو ما كانت متاستاتيك، لو كانت يعني بس انه نيجاتيف مارجن و يعني مستأصله وما لها متاستاتيك، فدائما نحن عفوا تفضل ملهم. عبوا له ريسكشن بس لحاله بكفي؟ تمام. لا هلا بالاول بالابر يوريثيريال ما كان في داتا، ففي ناس بتعطي ادجفنت في ناس ما بتعطي ادجفنت، لانه بالابر يوريثيريال ما كان في داتا واضحه. من حوالي يمكن 7 أو 8 شهور انتشرت دراسه اسمها باوت بي او يو تي، بتدرس ال يعني الادجفنت تريتمنت بالابر يوريثيريال بالريسبتد ابر يوريثيريال، فورجت انه بعض المرضى اخذوا سيس جيم وبعض المرضى اخذوا كاربو جيم، يعني بالنهايه طلع في فائده من الادجفنت تريتمنت. فمن زمان ما كنا نعطي ادجفنت او ما كان في داتا على الادجفنت، فما كان يعني مو الكل كان يعطي ادجفنت، بس بعد هاي الترايل الباوت بي او يو تي انتشرت باللانست فورجت انه يعني في فائده. ومن زمان كنا نحن دائما نفكر انه السيس بلاتين احسن من الكاربو باليوريثيال كانسر. هلا اذا كان نيو ادجفنت لازم نعطي السيس بلاتين، بس بالادجفنت مقبول انه واحد يعطي كاربو، لانه بالستدي هي في بعض المرضى اخذوا سيس بعضهم اخذوا كاربو مع الجمزار والاثنين ورجوا تحسن. فبس هي شيء يعني جانبي لا ينطبق على الحاله، بس بالمستقبل الابر يوريثيريال بده ادجفنت تريتمنت بالكاربو جمزار او سيس جمزار.
هلا هو اذا كان تي 1 اور تي لازم يكون تي 2، انا لانه هي كثير مهمه بالنسبه لي احيانا، يعني لانه انا بمشي على النظام القديم، فاحيانا بيكون التيومر انفيزيف، وخاصة مثلا بالبلفس والكاليسز في اراني ما بيكون فيها مصل كثير واضحه، فبتكون صعب نفرق بين التي 1 والتي 2. فمن قبل كانوا يقولون احيانا انه ما في، ما حتفرق كثير، بحكي مع الجراح او الانكولوجيست بيقول لي ما حتفرق كثير يعني معالجة هلا. بس هلا بعد هي الستدي شو امتى عم تنعطى الاجابه؟ هلا هي الدراسه هي عم تعطي الادجمنت تريتمنت اذا كانت باثولوجيك تي 2 او اكثر او ان 1 او اكثر، يعني تي 2 بلس او ان 1 بلس، يعني تي 2 ان 0 او اكثر او اني تي ان 1 او اكثر. اوكي تي 2 هي الستدي. شكرا. ننتقل للحاله الثانيه، هي بالمنر ادينو كارسينوما. المريض 62 years old, male, presented with reductive cough and hemoptysis, weight loss for 3 months. Referred from pulmonologist after bronchial endoscope. عمل له تنظير، طبعا عمل له simple x-ray وشايف في ماس، فعمل له endoscopy واخد خزعات. بس تقرير تشريح مرضي، يمكن تقرير تشريح مرضي عفوا ماني حاططه. فهي طلعت ادينو كارسينوما، طبعا عملنا له سي تي ماسح البطن والحوض مكتوب فوق دكتور، مكتوب فوق ايوه، والديفرنشيتد ادينو كارسينوما. السي تي البطن والحوض ما فيه شيء نورمال، الصدر البرانشيم الرئوي طبيعي الشكل والحجم والكثافه، مع تهوية وتروية طبيعية في الرئتين، وتشاهد أعلى السرة الرئوية اليمنى كتلة نسيجية مفصصة مرتشحة في محيطها مع تعزيز غير متجانس للمادة الظليلة بقطر تقريبي 5 سنتي. تقترح طبيعة تنشؤية برونكوجينيك كانسر. كما شهدت العديد من البؤر العقيدية منتشرة في الرئتين، يعني بوثلان، أكبرها 12 ملي. تقترح الطبيعة الانتقالية. ما في عنا بلورال فيوجن، في عنا بالميدياستاينال العديد من العقد اللمفية المتضخمة في المنصف وحول التفرع القصبي وحول السرة الرئوية اليمنى أكبرها 17 ملي. المريض كان الإيكوك بيرفورمانس 1، ما في عنده باست ميديكال هيستوري، سموكر، هو رفض التحويل على تركيا. هلا انا كنا شفت بال NCCN افضل شيء الكونكيرنت كيمو راديشن، بس هو رفض تحول، بده ياخذ العلاج هون. فرايكم ممكن نعطيه هذا كاربو بيمتريكسين وبدون الراديوثيرابي؟ هلا اهم فكره ملهم انه بدك يعني نقرر شو الستيج تبعه. الستيج يعني كاتبه انا هون تماما، انا كاتب الستيج، انا حاسبه حاسب الستيج وكاتبه، بس ما بعرف وين راحت، بس زي نشوفها يمكن بالعرض الشرائح بتروح. أنا كنت كاتب الستيج بس صراحة والله ما بعرف وين راحت. طيب أنت شو عام شو حاط الستيج؟ كان ستيج 2 3 أو 4؟ 3 لا ستيج 3. هلا إيه المشكلة الوحيدة هون إنه بالطبقي كأنه مبين في عقد، عفوا في بؤر، عقد منصف. في بؤر بالرئتين مزبوط؟ بالرئتين. طيب في لا ما بؤر بالرئتين، شو قديم منتشر في الرئتين. إيه طبعا إيه صح تمام. هلا لما يكون عندك يعني عقد برئة واحدة فقط فهي بتكون T4. بس لما تكون في عقد بالرئتين فهي M1، يعني هي تعتبر نقائل بالرئة الثانية. وهلا الام بالستيجنج الحديث في M1 وM عفوا M1A M1B وM1C. لما يكون في عقد بالرئة الأخرى فهي بتكون M1A، بس بغض النظر يعني بغض النظر M1A أو B أو C فهي بتضل الستيج 4.
طبعا بهي الحالة إذا كان فعلا يعني في عقد بالرئتين فبدها تكون ستيج 4، وإذا كانت ستيج 4 بتعالجها يعني مثل ستيج 4 وليس ستيج 3. إذا كان ستيج 3 أو بس برئة واحدة فهون radiation طبعا مهم، بس إذا كانت ستيج 4 وهل على الأغلب بشكل ستيج 4 فهون هو يعني أكيد لو دائما في صور نشوفهم فممكن يعني نعلق عليهم الدكتور مالكي إلنا بالضبط أنه هذول شكلهم يعني كيف شكلهم أو كذا، بس من التقرير شكلها ستيج 4 فالعلاج حيكون ستيج 4. كمان تعقيب، لو كان أنت جواب على سؤالك الأول إنه هل فينا نعطي كيماوي لحاله أم لا، لو كان ما في عقد بالرئة الثانية مثل ما حكى الدكتور بلال وكانت عن جد هي ستيج 3 فيك تعطي كيماوي لحاله، بس الفكرة الموضوع الكيماوي لحاله ما حي دائما حاول تذكروا الهدف من العلاج شو هو، هل هو تلطيفة أو شفاء. فستيج 3 في مرضى بينشفوا والشفاء هو الشفاء، ما فيك تعمل شفاء، ما فيك شفاء كيماوي لحال، كيماوي مع أشعة هو اللي بيساوي الشفاء. فإذا مريض قال إنه ما بده يروح على تركيا لازم يفهم المريض إنه حياخد كيماوي هلا بس هذا المرض حيرجع عاجلا أم آجلا يعني. فهي فكرة بس مهمة إنه التوضيح طبعا هي أكيد هي مع المرافق، طبعا المريض ما بيعرف انه في عنده كانسر، هذا بناء على قرب المرافقين. تمام. فكره ثانيه كمان، اذا كان ستيج 3 وانه مشان الكيموثيرابي والرادييشن، هلا الافضل انه الواحد يعمل كونكرنت كيمو رادييشن، كيموثيرابي مع رادييشن مع بعض. ممكن في بعض الحالات نعمل سيكوينشال، يعني نعطي كيموثيرابي اول بعدين رادييشن اذا كان المريض يعني مثلاً كبير بالسن أو حاسين أنه بيكون ستاتس ماله كتير منيح، ممكن نعطي سيكونشل كيموثيرابي بعدين راديشن أو راديشن بعدين كيموثيرابي. هذا بس على الجنب، بس بهالحالة طبعاً ممكن تعمل يعني كاربو بيمتريكسيد مقبول، كاربو تاكسول مقبول، بس هو حيكون الهدف من العلاج هو تلطيفي وليس يعني وليس كيور. هلا العلاج الامثل للستيج 4 كانسر يمكن ما متوفر عندكم، بس العلاج الامثل انه يعطي ثلاث ادويه، انه كاربو بيمتريكسيد مع اميونوثيرابي. يعني حاليا الخط الاول للعلاج هو كيموثيرابي اميونوثيرابي مع بعض، كاربو بيمتريكسيد او كاربو تاكسول مع اميونوثيرابي، بنعطي 4-6 جرعات وبعدين بنعطي مينتيننس اميونوثيرابي. هلا قبل ما هذا الشيء يصير عفوا تفضل منها النوفو كان اسمه دواء نسيت اسمه نوفو مو عادة نعطيك هلا كلهم يعني نفس الشيء ممكن تعطي اي شيء، بس ممكن بيبروليزوماب او كيتشودا هو اللي عم نعطي اكثر شيء، فهو كيمو اميونوثيرابي هذا العلاج الامثل. فبنعطي 4-6 جرعات وبعدين بنعطي مينتيننس اميونوثيرابي. هلا هذا الشيء صار ابروف باخر 2019، بس اذا كان هذا الشيء ما له متوفر فممكن تعطي كاربو بيمتريكسيد 4-6 جرعات وتعطي مينتيننس بيمتريكسيد. تمام يعني اذا ما له متوفر اميونوثيرابي فممكن يعني نحن هيك كنا نعمل قبل ما اميونوثيرابي يصير ابروف، كنا نعطي كاربو بيمتريكسيد وبعده بيمتريكسيد مينتيننس. ممكن مو شرط إذا ما بدك تعطي مينتيننس وتعطي بس 4 جرعات وتراقب ممكن، بس إذا تكمل مينتيننس بيمتريكسيد كمان ممكن. تمام إن شاء الله شكرا. طيب في عندي حالة ثالثة هي الأدفانس بريست كانسر، فاطمة مجري 44 years old، ما في عندها أي سوابق مرضية، مدخنة، في عندها كتلة بالثدي الأيسر من سنة تقريبا، راحت عن جراح عملها موديفايد راديكال ماستكتومي وبعدين اجت لعنا. هذا تقرير التشريح المرضي مثل ما احنا شايفين، الانفيزيف دكتال كارسينوما جريد 2، 6/8 ميتاستاتيك ليمف نود، كان في عندنا انفيجن للنبل بس ما اذكر انه باقي الديزيز ما في مفبق disease of the nipple. All surgical lines are free. هلا هو حاططنا انه stage 4.
بس انا عملت لها ريستيجنج طلعت ستيج 3C. تمام. المريض الهرمونال ريسبتورز لسه ما وصلتنا النتائج تبعها بيندينج. التوموغرافي كان نورمال. المريضه في عندها الم اسفل الظهر. تمام. طبعا بالطبقه ما في عندنا اي شيء ولا اي شيء نقائل عظميه ما بين عندنا. طبعا ما متوفر بونس كان. الالكالين فوسفاتاز كان طبيعي. السي اي 15 3 كان طبيعي. ف نظرا للظروف وما نتاخر بعلاج المريضه بعد بلشنا الاسي وعم نستنى الهيرت والهرمون ريسبتورز حتى نشوف رايكم تدبير الحاله. تمام. انا برايي مناسب للان يعني ستيج 3 سي بدي ادجفنت كيموثيرابي وبدي ادجفنت راديشن لاحقا. تمام. هي بدها لاحقا عم نشوف نحن حاليا موضوع الهيرتو مشان تاخذ مزبوط فحسب بالضبط حسب الهيرسبتن وحسب عفوا حسب الهيرتو والهرمون ريسبتورز وقتها يعني بتعدل العلاج لاحقا. بس انا رايي مناسب العلاج الحالي انه ادجمنت كيموثيرابي. تمام. هلا في هي الحاله الاخيره اللي بدي احكيها انا طرحت على الجروب بس صراحه اول مره بتمر علي فما كتبت سيناريو بس بدي اخذ استشارتكم. طبعا اول شيء هذا المريض ميل في عنده آفة كانت على الفيكس فينجر. بس لحظة كانت هاي الآفة موجودة أول شيء. طبعا المريض كان بليبيا اجى على سوريا بعدين عملوا له ريسكشن كامل واستأصلوا الاصبع كامل وبعتوه على التشريح المرضي. طلع عنا فيروكوس كارسينوما اوف ذا سكين 2.5 سنتي. السيرجيكال بوردرز ار فري. ف عملوا له اصبعته مشانه ايه عملوا له اصبعته كامله. هاي الأفة الأولى شايف الأفة الأولى. أوه هلا أنا ما بعرف ما بفهم بالسيرجري كتير إنه إذا كان مضطرين يقيموا الأصبع ولا لا. شالوا له الأصبع كاملة. واو. هذا لأنه هذا السكن تيومر إن جنرال يعني إذا الحواف تبعه سليمة يعني فخلص يعني يوردان. ما بعرف الزملاء هون بيحكوا لك أكثر يعني الفولو أب بس شو الأنسب لهيك المريض؟ just follow أو surveillance ولا لازم يأخذ radiation؟ والله انا ما عندي خبره كثير بهال بالحاله لازم ارجع والله واقرا عن عن هذا التشخيص بالذات. قديش الحواف بعيده محطوط شيء بالريبورت؟ ما هو مكتوب بس نظرا العمليه معناتها حواف لانه هو الفينجر طوله 6.5 سنتي والماس 2.5 ب 2 يعني في عنا 3 سنتي تقريبا حواف. دكتور طارق هذا الفيروكيوس يعني هل هي هل هي سكويمس هل هي بايس سكويمس هي سكويمس سكويمس الكارسينوما فاريانت مورفولوجيك فاريانت تمام يعني هو عاده اذا المستأصل وهي لوكال ومستأصل وما في نقائل في العلاج الجراحي يعني عموما بكل يعني السكن كانسرز ما عدا الميلانوما بس بالبيزل سيل والسكويمس سيل عاده هيك. انا ليش طرحت لانه في عندي مريضه في عندها كان سكويمس سيل كارسينوما باللور ليمب وعامله امبيوتيشن من 6 سنين وما ياخذ شيء. بعد 6 سنوات صار في عندها ريكيرنس بالإبسيلاترال هيل
الكعب تبع رجلة الثانية بعد 6 سنين. فعملت لها MRI وما في وما في عنا انفيجن للعظم ولا للتندونز. بعتها عند الجراح عمل لها وايد اكسجين وبس. هاي الحالة صراحة الفيركوس أنا أول مرة بسمع فيها. تمام. العادة سكويمس الكرسينوما أوف سكن يعني كثير ممكن يعني المريض اللي شكل سرطان ممكن يتشكل عنده سرطان تاني بأراني مختلفة يعني. فما ما لأنه المانجمنت الأولانية ما كانت كافية بتصور. دكتور ملهم إذا بدك هلا بالذات السكوامسل عفوا سكوامسل سكين كانسر في ريسك فاكتورز إذا بتفتح NCCN guidelines في ريسك فاكتورز اللوكال ريكيرنس فهي بتعتمد على البوردرز وعلى يعني بعض يعني بعض العوامل يعني السريرية والباثولوجي والتشريح المرضي فحسب إذا كان low risk أو high risk for recurrence فوقتها يا إما بتعطي يعني هو عمل جراحة فيا إما بتعطي radiation بعد أو لا ف تمام يعني ما عندي يعني أنا يعني ما بشوف كتير من هدول لأنه أغلبهم بيكونوا يعني بيعالج من برا لبرا من الدرماتولوجي أو هيك يعني بالعادة أنا بشوفهم لما يكون متقدم أو في نقائل بس ممكن لو ترجع على NCCN guidelines في low risk و high risk squamous cell skin cancer ووقتها حسب المارجن وحسب الريسك ممكن يعني ممكن تعطي علاج شعاعي تمام يعني هي قسم هي نفسها squamous cell أن هذا الشيء ما كنت فهمه يا نفس سكويمس كارسينوما هي ايه تمام خلاص تمام شكرا كثير لكم خالص الكيس دكتور ملهم بس تعليق على الحاله اللي قبل انت قلت انه اللي كان عنده وجع ظهر والالكالين فوسفاتاز طبيعي وعملت له ماسح وكان طبيعي الافضل تعمل كمان بون سكان اذا متوفر ذكرت انه ما متوفر وهي يعني بالهيستوري تيكينج يعني عنده ايام من زمان يعني مش سنتين عنده اللور باكتين تمام غالبا وحتى ميكانيكال تمام هو على الأغلب ما في شيء بس لإكمال يعني يمكن حكينا بالموضوع من قبل لإكمال التشخيص أو الستيجينج تبع الستيج 3 بده كات سكان وبون سكان معه لا يكفي كات سكان لحاله بس أنه إذا مو متوفر هذا حكي ثاني بس هدول هن ماشي طيب دكتور جميل تقول حالتك طيب في حد تاني عنده حالات دكتور جميل تفضل يعطيكم العافية أنا في الحالات كانت عادية لذلك رح أطرح بس حالي هاي ذكرت أنا قبل المرة بآخر الأرتيكل المرة الماضية شوي وهلأ كملت تقريبا نضال قرد أمور هي أنثى لعمر 63 سنة ما عندها أي سوابق لا مرضية ولا عائلية ولا جراحية ولا تحسسية الشكاية بلشت من شهرين على شكل عندها تعب وعندها كتلة طلعت كبيرة بالطرف العنق الأيسر فوق الترقوة هي غالبا يعني مثل عقد فيرشو أخذوا لها خزعة طلعت أدينوكارسينوما في أنهم برايمري تيومر بقى بلشت مرحلة البحث عن الورم الأساسي هاي التشريح المرضي الأولي واضحة الصورة عندكم ميتاستاتيك بورد ديفرنشيتد أدينوكارسينوما تونين في مود هيك طلعت التشريح المرضي الأولي فعملنا تحاليل مخبرية أولية تحاليل كانت ما في شوية فقر دم الـ MCV شوي عالي سكر كرياتينين يوريا كله طبيعي حمض البول كان على الحد الأعلى هذا التاريخ 13-12 CRB شوي عالي تحاليل تانية بتاريخ 20-12 كان حمض البول ارتفع أكثر 8.8 هو عند الحد طبيعي للسبعة الباقي التحاليل كانت تقريبا طبيعية ما في شيء مميز
عملنا لها مشاهدات ورمية كانت كلها طبيعية، CAA CA 15-3 CA 19-9 CA 125 كان كله ضمن الحدود الطبيعية. فبلشنا نعمل الصور. الإيكو كان القديم وقت اللي قبل ما يعملوا له الخزعة، هذا الإيكو تبع العنق، كان في أعلى الترقوة اليسرى كتلة أنسجة رخوة، كان حجمها 7 ضرب 4 سنتي. كان شاكين طبعا حسب الإيكو إنه لمفوما. قبل ما أطلع نتيجة التشريح المرضي، بعدين صار في إيكو بتاريخ 20/11. الإيكو ما في شيء كتير كمان مميز، بس في عنا بالسرة الكبدية كان في شوية عقد لمفاوية، كانت المرارة جدرانة متسمكة، كان في طبعا عنا عقد لمفاوية كمان كتيرة بمنطقة الحالبين من تحت، وهي كانت عم تعمل شوية توسع بعد شوي مثل ما رح أشوف بالكلية درجة أولى أو تاني يمكن سببها الانسدادي طبعا. وفي عقد لمفاوية كمان حول الأوعية البطنية الكبيرة، وكمان شوية أسايتس بالبطن كمية قليلة. إيكو تاني طبعا عملنا إحنا أكثر من إيكو خلال الفترة هاي، كل واحد كان شوي يختلف عن التاني. مثل ما رح أشوفهم بالكليتين كان في عنا شوية توسع درجة أولى، وغالبا هو سبب الأوعية الضخامة العقد لمفاوية. بالمرارة في شوية في حصى طبعا 1.5 سنتي. إيكو تانلت كمان هون بتاريخ 13/12 كان الكليتين طبيعيات حسب الحكي، شوية سائل حر، وحاول أبهر بطني كمان نفس الشيء في عقد لمفاوية. عملنا له طبعا مالتي سلايس، طلع في عنا بالعنق كمان شوية عقد لمفاوية خاصة بالطرف اليسار، بس في على الجانبين عقد لمفاوية. الرئتين ما فيها شيء، الكبد شوي ضخامة بسيطة، المرارة مثل ما حكينا نفس الشيء متسمكة الجدران، الكليتين شوية توسع درجة أولى، كمان عقد لمفاوية حول الأبهر البطني، والبنى العظمية ما فيها شيء طبعا، شوية أسايتس كمان ما في شيء مميز. شوية يعني بشكل عام كانت الموجودات هي ضخامة عقد لمفاوية بشكل عام بالجسم. يعني تنظير هضمي علوي كان طبيعي ما في أي شيء، وسفلي كمان طبيعي ما في أي شيء. صار في عند المريضة من خلال من فترة أسبوعين لحد هلأ شوية مو شوية شديدة، عندها إديمة بالطرفين السفليين، كانت تطلع شوي شوي لفوق، وصلت لمنطقة الجزع هلأ. عملنا لها إيكو دوبلر ما في أي علامات لدي في تي، فغالبا والكرياتينين طبيعي، الألبومين طبيعي، غالبا سببها هي ضخامة العقد اللمفاوي، عم تعمل مشكلة بالعود اللمفاوي عم يعمل هالوزمة هي. فالإيمينوستينز عملنا لها إيمينوستينز، فطلعت حسب دكتور يحيى شافا، طبعا ما في تقرير بس حسب ما قال لي انه قدر ينفي المشتة الورمية بالرئتين، بالمبيض، بالسرين، بال كمان نفى الكليتين. فاكثر شيء توجه لاخر شيء موضوع السبيل الهضمي، بس السبيل الهضمي ما حكينا التنظير الهضمي العلوي والسفلي، واكثر مره كان سلبي. فالمشكله انا يعني حصرتها بالمراره او البايل تراكت او البنكرياس، فاعتبرت انه هي اكولت تيومور، وحطيت الخطه الاوليه هي الكاربوبلاتين مع الباكليتاكسل 8 سايكل. هي الحاله هي السي تي تبع موجود صح؟ السي تي موجود تبع الحاله هاي؟ ايوه تماما، السي تي موجود، بعته على المجموعه. تمام دكتور مالك. ايوه بعته على المجموعه. تمام دكتور مالك، تحاول إذا تعمل شير سكرين وتشوفه. هل بتعرف شو الستيننج بيعملوه؟ قلت ما معك التقرير، بس هل تعرف تماما شو التلوينات المناعية عملت؟ like مثلا CK7 CK20 شو النتائج تبعهم؟ ما بتعرف؟ والله أنا بعت تسجيل صوتي الدكتور وما كتير حفظتهم، بس الدكتور طارق بيعرف شو عنا تلوينات، فبيعرفهم كلهم موجودين عنا، القدر من خلالهم ينفي أوكي تمام. هلا ما بعرف شو طلع يعني ما بعرف، أنا المريض ما حكيت أنا ويحيى عنه،
بس بقدر اقول لك يعني مثلا عمل وقت عم يقول لك نفل مبيت والكدني بيكون عمل مثلا باكس 8، نفل ثدي بيكون عمل جاتا 3 واي ار مثلا. بس الدكتور بسام اي ثينك عم يسالك انه السي كي 7 والسي كي 20، لانه هدول يعني مثلا اذا كان السي كي 20 بوزيتيف وال7 نيجاتيف تتوجه لللور جي اي تراكت اكثر، اذا 7 بوزيتيف 20 نيجاتيف upper GI, pancreas, حتى يقول bladder يعني. ال 7 وال 20 مع بعض positive هدول بيصيروا بالpancreas والpancreatobiliary. يعني goal bladder ممكن تعمل أي واحد من بين هدول. بس مثلا إذا كان عندنا ال 20 بس positive وال 7 negative يعني ما حفكر بالstomach وال esophagus vice versa. يعني إذا 7 بس لحاله positive ما حفكر بالcolon. بس ال goal bladder ممكن تعمل أي واحد. صحيح تمام. فإذا فيك دكتور. إذا فيك تبعث لنا مو معنا دكتور تسجيل الصوتي على المجموعة يكون كتير منيح. طيب راح سمعكم إيه هلا مباشرة. يلا ثواني هي عملنا لمناعيات سكة 7 إيجابي سكة 20 سلبي سكة 7 إيجابي 20 سلبي ثواني سكة 7 إيجابي سكة 20 سلبي 7 إيجابي 20 سلبي هون في احتمالات كتير. هلا أنا فعلا الرئة لأن تتقفون سلبي تتقفون سلبي فين السدي كمان كتة 3 سلبي حتى الكليمة فيه الكليمة فيه واضح التسجيل تمام واضح تمام. هلا انا يعني بفضل كمان يعني في واحد للجي اي كمان بنحب كثير نحن نعمله السي دي اكس 2 وتكون بوزيتيف كمان. هلا هو ما له سبيسيفيك لاي قرنه بالجي اي بس يعني وقت يكون بوزيتيف هذا دليل اكبر انه هو من الجي اي. السي كي 7 لحاله بوزيتيف وكل شيء نيجاتيف هذا كثير نون سبيسيفيك اميونو بروفايل. يعني بالعادة إذا لسه مو معمول إيميجينج وهيك الديفرنشال بيكون كتير واسع يعني مثل ما قال الدكتور يحيى. بس أنه طبعاً تعمل الستينز بتنفي احتمالات. يعني أنا بقدر أي مثل ما قال لك بقدر أنفي الكدني والمبيض أكيد بقدر أنفي البريست بس اللونج فور إكزامبل ما بتنتفى حتى لو كان تي تي اف 1 نيجاتيف. بس ما في شيء بالإيميجينج بيوحي أنه هذا شيء لونج. By the way يعني ال adnexal tumors كان adnexal أو salivary gland tumor ممكن تكون CK7 positive و20 negative فهذا واحد من الاحتمالات كمان. بس هلا هي المريضة شكلها هلا هذا ال CK7 يعني دكتور مالك ممكن يساعدنا إيه تفضل إيه يعني بيتماشى مع قرنه من الجول بلادر أو البنكرياس definitely CK7 positivity و negative 20 تمام. وكمان في اذا بتطلع على الاورام هذول الكب او الاوكل تيومر وقت نعمل لهم الورك اب ونشوف من وين نسبه كبيره منهم هذول السرطانات اللي كارسينوما اوف انون برايمري في نسبه منيحه منهم اخر شيء بتطلع من الهيباتوبيلياري من الجول بلادر. وهي ليش؟ لانه تشخيصهم كثير صعب هذول. حتى هي المريضه بحد ذاتها عندها تسمك بجدار المرارة كان على كذا إيكو شفت حسب ما حاطين. بس الشيء اللي شوي ما كتير يتماشى ما بعرف يعني شعاعيا هاي الكتلة ما بعرف إذا هو كان أصلاً 9 مليمتر أما 9 سنتيمتر بالرقبة. يعني 9 سنتيمتر بالرقبة كتير كبير لسرطان مرارة مو متواجد بأي شيء تاني يعني. أو حتى سرطانات المعدة حتى بتحب الشيء اسمه العقد فوق الترقوة بتروح عليهم كتير. بس عادة العقد ما بتكون هيك عرطلة يعني على 9 سنتيمتر كتير كبير. هو 7 ضرب 4 سنتي دكتور 7 ضرب 4 يعني كبيرة بغض النظر باينتو يعني باينتو معظمة غالبا من الطريق الهضمي العلوي. شيء اسمه
يعني سواء هيباتوبيلياري او طريق هضمي علوي. هلا وقت الواحد بهدول علاج هدول السرطانات كارسينوما في انهم برايمري، اذا هلا هي مريضه ما تكون هم مثلا بنحاول نعمل لها اي ار سي بي، نبعث على الهضميه يعملوا اي ار سي بي، يعملوا تنظير طرق صفراويه ويشوفوا هل في عن جد سرطان هنيك، ويعملوا خزعه وارتشاف يعني من الـ من الـ من البيليري تراكت ويشخصوا. بس بغض النظر هيك، في ومع ذلك في كتير مرضى بنعمل كل هالتشخيصات وما بيطلع معنا من وين. فكاربوتاكسول صحيح هذا الحكي وقت يكون انت الكارسينوما فنون برايمري مالك عارفان من وين ومالك شاكك هضمي، بس وقت تكون شاكك هضمي يفضل انه تعطي يعني شيء علاج للطرق الهضمية. وهي بهي الحالة انا بعطي زيلودا مع اوكسالبلاتين، يعني كيبساتبن مع اوكسالبلاتين. بدي احكي شغلة شوي كريزي يعني، بس مثل ما قلت 7 سنتي كتير كبيرة، وانتو كنتوا عم تقولوا انه الشكل الاول انه لنفوما، فهل ممكن انه المريض يكون عنده الشغلتين لنفوما ومتستاتيك كارسينوما؟ والله انا شكيت باللنفوما كتير بهالعقد كلها منتشره، بس ما عم بحسين بعطيك يعني راي بهيك على طول. يعني انت قبل ما سالتك دكتور طارق قلت لي كتير واضح انه واحد تشريح مرضي يفرق بين الادينو كارسينوما وبين اللنفوما. مزبوط مزبوط هذا الحكي، بس في عالم مثلا هلا انت ما بعرف قديش حجم الخزعه اللي اخذتوا له اياها، يعني احيانا واحد ممكن ينسى انه يطلع على الباك جراوند لمف نود، انه بتشوف الكارسينوما كتير واضحة، الكارسينوما بتكون بتشوفها وخلاص you might report it and move on، بس إذا في عنده شوية material enough وفي عنده lymphoid material in the background وبيقدر يعني يشوفها ويحللها منيح، فيعني ما بعرف يجوز به المريضة، ما بعرف انتو برأيكم clinically يمكن كمان انتو بتعرفوا أكتر مني، بس 7 سنتي كتير كبيرة يعني. لا انا موافق 7 سنتي كتير كبيره كمان. ممكن ناخذ خزعه ثانيه يعني ونعمل اي ار سي بي. هل الاي ار سي بي هو مثل ما بتعرف هو كتير انفيزيف، فيفضل انه نشوف الخزعه الثانيه اول بعدين حسب النتائج ممكن. طيب دكتور طارق في شيء تلوين، شو التلوين المناعي مثلا ما في؟ هلا نحن اول شيء بدنا نسال دكتور يحيى اللي عنده الماتيريال، اللي عنده اذا كل الماتيريال اللي عنده ادينو كارسينوما يعني وعنده انف ماتيريال والله شايلين له 2 سنتي من الليمف نود مثلا وكلياته وول تو وول ادينو كارسينوما، يعني ما خلص شكله غالبا الليمف نود كلياته ادينو كارسينوما، يعني ما بتصور عاد في داعي نعمل له انذر بيوبسي. بس اذا هو شايف والله فوكال ادينو كارسينوما وعنده a lot of background lymphoid، في عنا طبعا امينوستينز. المشكله كمان هلا هدول الستينز ما عم يشتغلوا كتير منيح يعني، بس انا جست يعني to keep it in the differential يعني he can try، بس I think you need to انه حاكي له يحيى وشوف قديش الكارسينوما قديش الانفولفمنت تبع الكارسينوما بالماتيريال اللي عنده قديش وصل لعنده ماتيريال. هلا هي اخذتها بعد ما اخذتها من عند دكتور اديب كان عامله، اخذت له البلوكات لعنده، فما بعرف قديش الحجم كان. انا على حسب خبرتي وما عم شوف الريبورت يعني، انا مثلا بشوف اف ام اي كثير عم تنعمل او ما بعرف هي اي تمام، وعم شوف احيانا عم يستأصلوا نمف نود كامله يعني عوض ما يعملوا مثلا كور بيوبسي، فاحتمال مثلا بجوز هي شايلينها كلها، ما بعرف هذا بأكد لك يا هون. هاي الخزعة دكتور موجود هو بالتشخيص بجد واحد بواحد سنتي. واحد بواحد سنتي يعني صغيرة يعني كور بيوبسي ريزنبل أنه يعملوا كور بيوبسي يعني. يا شيك مع يحيى قل له قديش الانفولفمنت بالكارسينوما، يعني هل هي فوكال ولا كل التيشو؟ طيب وعن عنا ام ام ار اما لا MMR ما عنا والله فينا نطلبه يعني النوم فينا نطلبه، بس يعني شوفت عينك هلا الليمينوستينز تبعات الليمفويد لسه ما عم يشتغلوا كتير منيح، والسينابتور كرومو هدينك يعني بدهم انتربتيشن يعني شوي يعني مهني مالو البوزيتيف ونيجاتيف تعرف يعني تمام بده انتربتيشن أكتر يعني تمام.
يعني بيعرف دكتور طارق انه عندنا مريض لمفوما واضح تقريبا، فطلع السي دي 30 15 سلبي، رجعت قلت له الخزعه اخذتها عند دكتور تشريح مره ثانيه، قال لي خلص هوجكن لمفوما ميدولوس كروسز، ورجعت بعثتها على التلوين مره ثانيه. ففي شوي بالتلوينات كانه في مشكله، ما بعرف شو هي. خير ان شاء الله. يعني هي التلوينات بدها انتربريتيشن، يعني بالكونتكست، يعني ما بيكفي انه يكون مبعوث تشو مثلا عم تبعتوه على الشام ويجي واحد باثولوجيست من الشام بس يعمل بانل فور اكزامبل ويقول هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف وبس، يعني ويعطي دياجنوسيس. لازم يعني انتربريتيشن تكون تبع الامينو ستينز مثل ما حكينا انه بالكونتكست، يعني يقول عن المورفولوجي شو شاف ويعطي ريبورت فاينل ريبورت، يعني يكون عنده كلينيكال انفورميشن. فانه بس الستين بوزيتيف ولا نيجاتيف ممكن تكون كتير دينجرس هي البراكتس. صح. لا دكتور جميل، هو كل شيء يعني بهالمريضه ما عدا هذيك الحجم العقده بال فوق الترقوه، كل شيء يتماشى مع انه شيء جاي يا من المعده يا من يعني من الهيباتوبيلياري، لانه سواء سائل حر بالبطن او عقد لمفاويه بالخلف البيرتوان، كل هدول الشغلات يعني سرطانات معده. وفي مرضى حتى هون بامريكا يعني بيجينا معمل لهم تنظير مرتين وثلاث مرات للتنظير معده، واخر شيء لحتى التنظير الرابع او الثالث لحتى الخزعه تطلع ايجابيه لسرطان المعده. فممكن كثير يكون لسه سرطان معده، وخاصه انت قلت الام سي في عالي، بتعرف سرطانات المعده بيساوي بي 12 ديفيشنسي، فكله هدول الشغلات. فهيك مريض يعني هيك مريض انا ببلش له زيلودا مع اوكسالي بلاتين. والله ما بعرف اذا الطبقي بيساعدنا شوي. دكتور مالك اذا لساتك معنا فينا نراجع الكات سكان تبع المريضه. اي المريضه؟ هلا بقول لك اخر طبقي محوري بعته على المجموعه هو الفون نمبر بينتهي ب 6890. تحب أعرضه من عندي هون على اللابتوب؟ إيه لا urothelial carcinoma؟ لا carcinoma of unknown primary. عفوا رقم 90684 يعني آخر 4 digits. أوكي. جميل إذا بدك تطلع جميل. وخي دكتور مالك يعمل شير اسمه كارا دمور. أوكي. أول شيء في left supraclavicular fossa، supraclavicular fossa على اليسار في ورم كبير كأنه conglomerate lymph nodes. هون ويزح القصبة والغضة على اليمين ما عدا تسلل، بس المشكلة أنه ما عم شوف الجوجولر فين، so كأنه occluded مع tumor thrombus. وكمان بيدخل شوي على ال superior mediastinum اللي عند ال thoracic inlet هون، وكمان بيزح ال left subclavian artery بس ما عدا تسلل كمان قدام ال subclavian artery على اليسار. وشو كمان خلينا نشوف في lungs ما شفت شيء على lung windows، شوفكم بعد شوي. وفي البطن في هون superior diaphragmatic lymphadenopathy قدام الأيورتا، الورع الأيورتا. وكمان في irregularity هوني بال liver hilum، الهايلم تبع الكبد، وفي irregular thickening كمان nodularity هون بال liver hilum. و المشكلة انه في كمان
intrahepatic biliary ductal dilation. Ishwait biliary ductal dilation was if he nodulary hon you have to and if he concern in shan infiltration to cellular biliary ductal tree. Well, command the nodularity. Irregular mural thickening of a large bowel right here, honey. It's hard to make out any shoe as a tumor infiltration, but it's suspicious. We'll command for bilateral hydronephrosis. And I mean what you said, mild hydronephrosis. كبر ال renal pelvis وال calyces. ونفس الشيء على اليسار. Mild hydronephrosis. وفي كمان lymphadenopathy. على اليمين هون ال periaortic lymphadenopathy retroperitoneal. Suspected tumor thrombus in the IVC. كمان يعني مع الهيدرونفروسيس بخاف إذا في infiltration في البلادر وشوفكم بعد شوي في يعني thickening or irregularity تبع البلادر anterior wall. بس كمان البلادر under distended. So it's hard to say for sure. Hey, sort of hon, irregular thickening and nodularities about the anterior wall of the bladder. And the ectodermin, you mean when you said, what a. So I would, yani, it's concerning for this, might be the primary. And it's possible that it's causing some obstruction, hydronephrosis, about ureters. And the rest are metastases. And on the bone window, alhamdulillah, ma fi metastases fil alam. They look shikron yani tabi'i. My lungs to very good. So to summarize, the what I'm creating super or conglomerate lymphadenopathy, supraclavicular fossa al yasar, or command the lymphadenopathy, superior diaphragmatic, and right liver hilum or liver hilum, or command the periaortic lymphadenopathy. Suspected infiltration of the IVC will command for irregular thickening to the bladder wall. And that to me is the concerning for the primary tumor. And that's all. Hello, urethral carcinoma can come on CK7 positive. هو قال شيء عامل GATA3؟ ايه عامله. وبالعادة usually positive بالurethelial carcinoma. طلع نيجاتيف. وأدينو كارسينوما هلا هو في حالات يعني ممكن تكون الأدينو كارسينوما يعني ممكن يصير primary أدينو كارسينوما بالبلادر بس يعني هي كتير رير يعني. يعني هي وقت بتكون يعني الاميونو بروفايل تبعها بيشبه اكثر الاذر ادينو كارسينوماز يعني مو بالضروره يشبه اليوريثيليال كارسينوما. اوكي
في إمكانية نعمل له خزعة من البلادة؟ نعمل له تنظير مثاني وخزعة. والله my recommendation would be as a thing on tamlu cystoscopy and biopsy as a option. تمام بعيدا عن الزملاء يمكن أول شيء واحد يعمل خزعة من ال يعني cystoscopy تنظير وخزعة من المثانة وبعدين إذا كان إذا عطت نتيجة فخلص عنا الجواب إذا ما عطت نتيجة ممكن بعدين نعيد الخزعة من العنق وإذا ما عطت نتيجة ممكن نعمل تنظير علوي مثل ما حكوا بما أنه المثانة فيها شك تمام هلا إيه تمام أنا أؤيد إنه نعمل كمان تنظير للمثانة ولكن هلا كمان في شغلة أنا السؤال مرة تانية إنه هل عن جد نحن نفينا هل منفية تماماً لنفوما 100% ملا لأنه إذا لنفوما فالهدف ممكن يضل الشفاء أما إذا وقتها ما على لنفوما فخلص يعني شو ما كان الهدف تلطيفي بلشنا زيلودا وأوكسالبلاتين وبصير وقتها اختبار الزمن إذا استجابت فمناتها غالباً هضمي ما استجابت يعني في شوية أكتيفتي لأوكسالبلاتين باليوروثيليال هذاك الوقت بس فكرة إنه ما بدنا نبلش لزيلودا مع أوكسيدا بلاتين ويكون هاي لا سمح الله مثلاً لنفوما المريضة I think يعني عم يقول أدينو كارسينوما فشاف هو دوكس و CK7 positive definitely she has I think metastatic كارسينوما بس يعني سؤال additional an addition عند اللنفوما ولا لا عم نشوف تمام هو الشيء اللي ما اللي ما عم يفوت يعني حتى لو كانت urethelial هيك اللي هي bulky conglomerate the lymph node up in the supraclavicular area I mean it's very interesting طيب دكتور جميل هلا الكات سكان هاد اللي عرضناه هو قبل العلاج ولا بعد العلاج ما بلشت العلاج لسه تمام الخطة تبعك انه كنت تبلش فهمت عليك فكرت تعالج تمام بالكاربوتاكسول تمام إذا لنفوما يعني ما بعرف شو رأيكم ممكن تكون إنه إذا فرضاً عند لنفوما فممكن تكون أكثر low grade لنفوما كونه كتير كبار العقد يعني و the presentation مو كأنه العقد بس من مكان واحد يعني إذا لنفوما بتوقع إنه يكون diffuse lymphadenopathy بس مو كأنه العقد بس في retroperitoneal قالوا في بالهايلم تبع الليفر يمكن كان فيه مو هيك دكتور مالك نعم وكمان كأنه it was infiltrating the biliary tree potentially عنده سيتوبينيا شيء لا عنده بس فقر دم يعني سيتوبينيا ما بعرف والله يعني نطغري نعمل بون مارو ولا يعني هي مثل ما قال دكتور بسام يعني حتى لو يعني هلا عندنا متاستاتيك كارسينوما بس يعني does it answer انه الكويشن انه هل هيوج فوكال ادينوباثي يعني بس من متاستاتيك كارسينوما it sounds suspicious يعني شوي ف لحتى نلغي احتمال لنفوما يعني one bone marrow could be one of the option بس السيتوبينيا do you think هي السيتوبينيا related أكثر لممكن bone marrow إنه infiltration ولا بس إنه مريضة عندها ال chronic disease وعندها solid tumor قديش الهيموغلوبين 10 MCV عالي ما قديش MCV 103 وعندها reticulocytes ولا لا لا ما عملت والله يعني ليش كمان ام سي في عالي هلا هون كمان نرجع بقى على السمك بس انه بس هو الام سي في هذا ما له كثير يعني فيتامين شكله يعني اذا بدي احطه بانه كاتيجوري اكثر سسبيشس اكثر لا يعني مايلويد بس ما يعني ما بدنا نفوت هلا هون الام سي في يعني ما لنفوما ما حتعمل هاي ام سي في
ممكن والمايلو ديزيز ما حيعمل هالادينوباثي يعني ما بدنا نروح كثير فور يعني ممكن بس انه مع اكستريم ادري مهمات بيسس بس يعني هاد ذس از تو ستريتش ما بعرف نزل عقد القصه اكثر لنفوما مع اميون انيميا بتزبط ام سي في شوي عالي كولد يعني بتكون معناتها الريتيكولوسايت طالعين شوي لحتى رافعين الام سي في اي طبعا هو المريضه اجباري بدها يمكن اعاده يعني مو انه اعاده بس التاكد من يعني بدها بايابسي مره ثانيه وبعدين بنشوف ممكن تتاكد من الدكتور يحيى اذا في باك جراوند مثل ما قالوا باقي الشباب اكزاكتلي ويل جو فروم ذير ان شاء الله دكتور بلال هل البيتا سكان فينا بهالحاله شيء ما صعب تفرق انه اذا كانت كارسينوما وان كانت لمفوما الاثنين حيكونوا يعني ممكن نكتب اماكن اخرى يعني ممكن تورجي اماكن اخرى يعني ممكن تورجي اذا كان بال يعني اذا كان ستمك او بون مارو او بلادر تمام. وبعدين توجه لمكان الخزعه ناخذ خزعه من مكان ثاني دكتور ممكن بسام شو رايك ممكن اصلا مكان ثاني اصعب راح يكون يعني هون اسهل واضحه هو هي مش يعني مو مشكلتنا بس الشيء الرئيسي اللي ما عم يفوت بالصوره هو هذيك العقد الليمفاويه او العقد الليمفاويه فوق الترقوه ف يمكن البات ما كثير حيغير بال يعني بالمانجمنت لانه هو هي مشكلتنا الرئيسيه انه هل هي عن جد هي الليمفوما ام لا بال بس باينتو يعني انه الدكتور يحيى حاكي انه هي ادنوكارسينوما فا يا الا اذا البت ورجع ابتيك بال بوميرو بالمراره او بالبلادر فبالتالي ما بتضطر يمكن تعمل تعيد الخزاعات مره ثانيه بتصير يعني كانه موجهه اكثر انه من وين البرايمري يا البت يمكن البت الدكتور مالك ممكن يذكر أكثر بس PET CT شوي tricky PET MR might be helpful بس أكيد ما موجود يعني بس PET CT يمكن شوي حيكون tricky بال biliary tract والPET كيف بده ينفي أو يأكد لنفوما يعني low grade لنفوما ممكن تكون negative high grade لنفوما ممكن تكون positive يعني مع البيلياري تري بيجوز زي بس extrinsic compression ما عدا يعني تسلل infiltration يعني فيكم تعملوا MRCP MRI أس عندكم إياها نطلع لجوا or endoscopy is the other option endoscopy مع ERCP والله دكتور جميل هي مثل ما بيقولوا الألتيميت كيس optimal case for tumor board حاله مو سهله اي والله انا ما اكون محلك بعمل التالي انا بحكي مع الدكتور يحيى مره ثانيه بقول له انه في عندنا شك اونكولوجيست انه ممكن يكون هاي لمفوما هل برايك في داعي نعمل مثلا خزعه ثانيه او نعمل شيء ثاني إذا قال لا أنا متأكد إنه هي أدينوكارسينوما الخزعة من تبع سوبرا كلافيكر فوالا ببلش للمريضة زلودة مع أكسال بلاتين بدون تنظير مثاني؟ أنا ما أكون محلك يمكن باقي زملائي عملوا حتى بدون تنظير مثاني لأن بالنهاية مثل ما قلت لك يعني الهدف من العلاج هو تلطيفي فحيبين معك وقتها يعني الفكرة أنا اللي خايف إنه يعني انت حاطت كل هالشغلات بلشت من كم من نوفمبر كل الشغلات يعني المريضه عم من عمل لها شغلات وتست ولسات عم عرفت شلون يعني اذا تنظير مثلا فيك تساويه خلال اسبوع اي ممكن بس اذا بتاجل لسه شهر شهرين لا بلش لازم لودا مع اوكسابلاتين هي ما بعرف شو الوضع ان شاء الله
شو بلال انت شو ممكن شو برايك؟ ايه نفس الشيء يعني اذا حيتاخر العلاج الافضل واحد يعالج يعني معلومات تشخيصيه مفيده بس انه ما يتاخر العلاج هو بس انه اذا كان يوروثيليال فيعني هو مزبوط في اكتيفيتي اوكسالي بلاتين بس في وقت الواحد يفكر بكاربو يعني صحيح. بعلاجات ثانيه صحيح بس انه ما يتاخر العلاج يعني انا معك صح وكمان هي واحدة من الحالات اللي كمان يمكن هلا او بعدين بس انا بحب اتعلق على الجينومك يا يا انه اكيد يعني هي الحال يعني قصدك انه MSI وهيك كان MSI وهدول كمان النكست جينيريشن سيكونسينج اي اي مين هدول الحالات نحن دائما بنحاول نكست جينيريشن سيكونسينج بس للاسف التواجد عندهم يعني حيكون شوي صعب بس انه مثل مثلا يعني بهيك حاله انا وقت مثلا هون نحكي الباثولوجيست بقول له الباثولوجيست انه بدنا اكيد MSI MMR proteins عشان microsatellite instability واذا شاكك بالهيباتوبيلياري كمان بقول لهم بدنا نعمل HER2 هذول كلهم بنعملهم local بس بعدين اي حاله من ذو الحالات يعني بنبعثهم مثل ما قال بلال بنبعثهم لنكست جينيريشن سيكونسينج حتى مرات next generation sequencing ممكن يوجهنا انه وين من وين جاي يعني وين تبعتوا ستراتا هلا ما بنعمل تيومر اي دي نحن انا بنعمل يا كاريس يا شيء اسمه يا تيمبس معظم الاحيان بعد كاريس the next generation sequencing عندنا بيبعتوا ستراتا يعني هي المريضه كانديديت انه بعت ستراتا و بي دي ال 1 و ام اس اي يلا تمام هاي تمام يلا خير ان شاء الله وخبرنا دكتور جميل طلع بس ان شاء الله بيخبرنا اي هو يعني الانترنت عنده عم بيقطع ان شاء الله بيخبرنا شو بيصير مع المريضه الوقت شوي تاخر على الجميع الله يعطيكم الف عافيه اذا في حاله كثير كثير ملحه بتحبوا تشاركوها يعني ممكن تقولوا غير هيك ممكن دائما على الواتساب يعني تبعتوا اي حاله بدكم اياها ونحن جاهزين للمساعده قدر الامكان.